بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. زي ما قلت لحضراتكم من النهاردة هنبدأ نتكلم فقط عن مباراة يوم الاثنين القادم إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يكرمنا في النهائي الأفريقي الأهلي والوداد بإذن الله. بإذن الله يوم الاثنين، اليوم الغريب اللي هو اختاره الاتحاد الأفريقي، ولكن يوم الاثنين الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة كلنا هنبقى كأهلوية قاعدين مستنيين هذه المباراة إن شاء الله. احنا مع حضراتكم كل يوم بما فيهم الجمعة والسبت كمان، مش يعني هنبقى متواجدين دائما بسهرات خاصة بالمباراة النهائية إن شاء الله حتى يوم الجمعة. طبعا الخميس بيبقى معانا ملك وكتابة، الجمعة هيكون معانا حد، ويوم السبت هيبقى معانا نجم آخر، ويوم الحد إن شاء الله هكون مع حضراتكم، ويوم الاثنين كلنا بقى هنتفرج على المباراة مع بعض. عشان كده لا صوت يعلو فوق صوت هذه المباراة، المباراة النهائي الإفريقي. عندنا مباراة قارية وتاريخية مهمة جدا جدا جدا، محتاجين الدعم، محتاجين التكاتف. هنقفل كل الملفات حاليا. أنا عندي في ملف التحكيم المحلي حاجات كتيرة جدا ممكن أتكلم فيها، ولكن أنا هقفل كل شيء بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المهمة الوطنية الإفريقية. ليه بقول مهمة وطنية؟ لأن النادي الأهلي يمثل مصر في هذه المباراة في نهائي دوري أبطال إفريقيا. عشان زي ما حضراتكم عارفين محدش يقدر يخرجنا عن تركيزنا، ومحدش هيقدر يخرجنا عن تركيزنا، ولا هنخش مع حد في مهاترات. اللي عايز يقول حاجه يقولها دلوقتي، يعني الحقوا اللي عايز يقول حاجه يقولها، لانه كل غرضنا فقط هو دعم فريقنا، دعم لاعبتنا. النهارده كنا مع حضراتكم على الهواء مباشره من خلال شاشه قناتكم قناه الاهلي، علشان نعرض لحضراتكم منذ لحظه خروج البعثه من النادي الاهلي من بعد التمرينه، وحتى وصول البعثه بعد شويه ان شاء الله هنكون مع حضراتكم نجيب لحضراتكم ايه اللي حصل اول ما البعثه وصلت. شعار المرحله اللي جايه التتويج بالاميره الافريقيه للمره ال11، التتويج بالاميره الافريقيه للمره ال11 رغم انف الحاقدين ومثير الفتن. خلاص حاجات كتير عايز اتكلم فيها، ولكن زي ما قلت لحضراتكم هناك الكثير من لا يشجع النادي الاهلي يريد ان يعرقل مسيره المارد الاحمر نحو اعتلاء عرش القارة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي. حصلت في 2007، ولكن النهاردة في 2022 إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا. وأنا عارف إن ده مش هيتحقق غير بثلاث حاجات: إرادة الله عز وجل، ودي أهم حاجة طبعا، الدعم الجماهيري والمؤازرة الكبيرة جدا اللي بيشوفها اللعيبة، ثالث حاجة تركيز اللعيبة ورجولتهم جوه الملعب في ملعب إيه؟ محمد الخامس. محدش دلوقتي هيقدر يتكلم ويقول اصل احنا ما لسه هنشوف المباراه هتتلعب. خلاص المباراه هتتلعب يوم الاثنين الساعه 9 بالليل في مركب محمد الخامس وسط 30,000 مغربي. سيبكم الكلام اللي بيتقال ده، اصل 20 و10 و10 وجمهور عام، احنا مش في اوروبا يعني. انا اسف يعني، ده رايي ودي وجهه نظري، انا ما اعرفش ايه الصح وايه الغلط، ولكن يعني ايه حد يقول لي 10,000 توزيعة التيكتس أو التذاكر جوه الملعب؟ 10,000 أهلي، 10,000 وداد، 20,000 لجمهور العام، أنا ما فهمتهاش، ومصطلح جديد بالنسبة لنا، وأيضا 5,000 رعاة. أنا أعرف يعني إيه جمهور عام، أعرف يعني إيه جمهور عام. يعني مباراة ليفربول وريال مدريد فيها جمهور عام. الجمهور العام ده إيه؟ لما يبقى من مصر وعايز يروح يتفرج على المباراة دي بيبقى ده اسمه جمهور عام. لكن احنا في افريقيا عارفين حضراتكم الظروف، في اوروبا ممكن يحصل كده، لكن في افريقيا ليه بيحصل؟ طب عموما خلينا نعرف اكتر الفكره في هذا الامر وكل الكلام اللي بيتقال في هذه الامور، لانه في حاجات كتيره جدا جدا. وكالعاده كالعاده الحقيقه دائما ما تكون الدبلوماسيه المصريه متمثله طبعا في السفاره، حاضره في كل شيء، حاضره وهي الاساس في تهيئة الأجواء لكل الفرق المصرية ولكل البعثات المصرية سواء رياضية أو غيره. ولكن احنا دائما ما بنتكلم على الدبلوماسية المصرية بنتكلم عن سفارة المغرب دلوقتي أو سفارة
مصر طبعا في المغرب، لانه سفاره مصر في المغرب وسياده سفير ياسر عثمان عندهم شغل كبير جدا 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 علشان الخمس ست ايام اللي جايين ان شاء الله يعدوا على خير، وان شاء الله هيعدوا على خير، لان احنا في النهايه احنا في بلدنا المغرب دي، بلدنا يا جماعه، بس ما حدش يودينا في اي اتجاهات اخرى. المغرب دي كلنا بنحب المغاربه، والمغاربه كلهم بيحبونا. اللي بيحصل ده ما هو الا مجرد تنافس في كره القدم. فخلينا بس نروح لسياده سفير. سياده سفير، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك كابتن، ربنا يخليك. انا متشكر جدا على الكلام اللي حضرتك قلته، ويعني انا بحيي حضرتك على الـ على الـ على الروح، لانه فعلا الاهلي يلعب في البلد الثاني ان شاء الله، والهدف مش بس لينا كدوله وكانديه وكشعب، هو الحفاظ على العلاقات مع المغرب، وانه الماتش ده بالعكس يدعم العلاقات مع المغرب ان شاء الله. بالظبط، يعني كلنا، انا شخصيا لعبت قبل كده في المغرب 20 مره، ولعبت في اجواء يعني قد تكون تنافسيه اكتر من كده، ولكن في النهايه كانت الامور بتبقى جيده جدا، وتبقى كل حاجه حلوه، وكنا بنكسب الوداد، وبنكسب الجيش الملكي، وبنكسب الرجاء، وبنكسب كل الفرق اللي هناك، وهم بيجوا يكسبونا، فكانت الامور وستظل دائما يا سياده سفير. ولكن الكل دلوقتي بينظر ل، انا عارف، للاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي دلوقتي او النهارده قال ان في 45,000، دي عدد تذاكر المباراه، 10 اهلي 10 وداد، 20 جمهور عام، وخمسه رعاه. راي حضرتك في هذا الامر ايه؟ لا يعني طبعا حضرتك الاول، احنا انا موجود في المطار، طبعا طبعا كابتن خطيب، احنا طبعا تعليمات الوزاره الخارجيه انه طبعا احنا مسخرين لهذا الحدث الرياضي للبعثه للجماهير ان شاء الله المصريه، نقدم لها كل التسهيلات اللازمه، نقدم لها كل المساعده، حطينا آلية لتسهيل دخول الجماهير المصرية في المطار كازابلانكا هنا. أيوه. السفارة هتكون موجودة بفريق متكامل في المطار وفي الملعب، ومع طبعا الشركات المنظمة للرحلات، وإن شاء الله بإذن الله نأمل، وعندنا أمل، وأنا متأكد إن يوم رياضي جميل، وإن شاء الله يعني نكلل بالنصر يعني. طيب. تأمله النادي الأهلي بجميع الأهلي إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. سيادة سفير، الفيز ازاي انا هاخد فيزا؟ هو حضرتك احنا عملنا الاجتماعات مع الجانب المغربي، وحطينا يعني اليه مبسطه وعمليه جدا، انه النادي الاهلي هو اللي هيتولى تقديم القوائم المشجعين اللي هيطلعوا على الرحلات بشكل معين، وصينا به شركات السياحه، يعني قائمه بيبقى فيها الاسم كما هو مضاف، باسبور، بيبقى معاه تاريخ الميلاد ذات القايمة، أيضا بيبقى معاه رقم الرحلة، تاريخ الرحلة، وإحنا في المطار بنتولى إدخاله إلى المغرب وفقا لهذه القايمة. بس يعني موضوع بسيط، أعتقد تم يعني تجربة، يعني تم تجربتها قبل كده في دول ثانية ونجحت. انا الحقيقه بسال حضرتك السؤال ده ليه، لانه انا النهارده قبل ما اطلع ناس كتيره جدا بتكلمني وبتقول لي يا كابتن اسلام كذا، فانا بسال حضرتك اسئله الجمهور، انا قد اكون عارف الاجابه، لكن انا بسال حضرتك اسئله الجمهور اللي بتخليني ابقى متاكد. طبعا يا فندم، انا ببقى يعني ما بقوله اسئله الجمهور وليست اسئله، لانه ناس كتيره جدا تنتظر ان هي تطلع هذه المباراه وتتفرج على هذه المباراه. سياده سفير، الاجراءات عامله ازاي هناك في المغرب؟ لو حضرتك تشرح لنا الامور ماشيه ازاي علشان الناس تبقى يعني اكثر تاكيدا على اي شيء اخر. تمام، انا بس احب اكد انه ارجو انه دايما كل حاجه من خلال النادي الاهلي. طبعا. الجمهور اللي عايز يسافر يبقى كله من خلال النادي الاهلي. برضه يعني انا عارف، انا برضه برد على السؤال، انا عارف حضرتك عارف اجابته، بس انا برد عليه عشان يعني الجهه المنوط بها اعداد القوائم هو النادي الاهلي، فنرجو ان اي حد يتواجد في النادي. اذا اي حد او اي جهه اخرى يا فندم هي غير معترف بها، هي الجهه الوحيده النادي الاهلي فقط مع شركتي السياحه لاكي تورز وماسترز. لن الجانب المغربي والسفاره لن تقبل اي قوائم يا فندم الا من خلال النادي الاهلي والشركات التي تعاقد معها فقط لا غير. تمام. ده ما تم الاتفاق عليه، هو ده السيستم اللي هيمشي عليه ان شاء الله. واضحه جدا يا فندم، اتفضل. فيما يتعلق بالاجواء بصراحه، هو يعني الاجواء سواء الاجواء الرسميه او الاجواء الشعبيه هي اجواء مرحبه بالنادي الاهلي.
اجواء تريد نجاح هذا حدث رياضي كبير. الاخير هو يعني صوره للمملكه المغربيه، يريدون انجاح هذا الحدث، يريدون صوره حلوه للمغرب، وايضا يريدون ان يكون الشعب الجمهور المصري بلد الثاني. وبالتالي كل التسهيلات هم بصراحه قدموها فيما يتعلق بدخول الجماهير، فيما يتعلق بالتأمين، فيما يتعلق بتأسيس النادي الاهلي، كل ذلك. طبعا زي ما حضرتك قلت وحضرتك طبعا ادرى مني ولعبت في المغرب كتير، موضوع التنافسيه والروح وكذا طبعا ده لا ده طبيعي ده كلها. نعم حضرتك لعبت هنا وعارف طبيعي ولكن هذا التنافس الجميل مقابله شعور جميل وفرحات جميل بكل ما هو مصري في المغرب خلال الفتره القادمه ان شاء الله. تمام. برضه يا فندم لو حضرتك تكلمنا عن الناحيه الامنيه في المغرب، الامور او في هذه المباراه في الملعب، يعني ايه اللي ممكن يحصل فيها ووجهه نظر السلطات المغربيه في هذا الامر؟ لا طبعا هو حضرتك هنا يعني السلطات المغربيه طبعا سيطر تماما على على الوضع وليها باع كبير في تنظيم المباريات، وبالتالي هم سيكون هناك تامين كامل لبعث النادي الاهلي منذ وصولها للجماهير المصريه، منذ وصولها سيكون هناك تامين كامل وتنظيم كامل في داخل الاستاد، يكون هناك مدرجات خاصه بالجمهور المصري يتم تامين هذه المدرجات، وبالتالي يعني نعمل مع الجانب المغربي على ضمان هذا الموضوع وزيادته، ولكن انا اؤكد ان كل شيء ان شاء الله سيكون تحت السيطره وسيكون ان شاء الله عرس رياضي جميل ان شاء الله. ساعة وزي ما حضرتك قلت لنا ساعة وتصل بعثة النادي الأهلي إلى أرض المغرب، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ فنحن هننتقلوا إلى فندق الإقامة ثم سننتقل النهار طبعا، النهاردة هيبقى يوم راحة يعني هننتقل لفندق الإقامة طبعا، أكيد في يعني هنقعد مع طبعا يعني الطاقم الإداري طبعا النادي الأهلي، نشوف إيه الطلبات، نشوف إيه الاحتياجات، نشوف ايه الاستفسارات اللي هم عايزين يدوها للجانب المغربي، وبعد ابتداء من بكره احنا كفار نتحرك برضه في هذا الاطار. وطبعا النادي الاهلي بقى يعني يعني تدريبات وكذا تبدا. هل يا فندم ملعب التدريب مثلا، ملعب التدريب هل هو قريب من الفندق؟ الاقامه هتبقى في فندق عامل ازاي؟ الامور كلها بتبقى عامله ازاي هناك؟ أنا الفندق طبعا هو اختاره النادي الاهلي بناء على تجربه سابقه مع في هذا الفندق، يعني الفندق سهل تامينه، ده كان واحد من المعايير الاساسيه. الفريق مرتاح في هذا الفندق، وبالتالي برضه قرب الفندق من سواء من ملعب المباراه او من استاد التدريب، وبالتالي الفندق مكانه مركزي بصراحه، وبالتالي تم مراعاه هذا الموضوع في اختيار الفندق. الاجواء عامله ازاي يا فندم؟ الاجواء عامله يعني هل الجو حر، الجو ساقعه، الجو برد، يعني الدنيا ماشيه ازاي هناك في المغرب؟ الجو جو ربيع يعني جو حتى في خلال الاسبوع اللي جاي مفيش مطر، فبالتالي الجو مناسب جدا بصراحه يعني للرياضه جو. نعم سيادة السفير، يعني طبعا أنا مقدر التعب اللي حضرتك هتكون متواجد فيه خلال الأيام القادمة، ولكن أنا عارف دائما أن السفارة المصرية في أي بلد في العالم بيكون لها دور هام جدا 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 مع كل البعثات الرياضية المصرية، وبالتالي أنا عارف أن الجهد هيبقى كبير، ولكن يعني دائما هنعتمد على حضرتك وعلى كل المتواجدين في السفارة على كل ما يخص بعثة النادي الأهلي، فإحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم مبدئيا على الأيام القادمة وعلى البدايات اللي احنا سمعناها من حضرتك يا فندم. والله يا فندم احنا يعني ده شغلنا، ولكن احنا بنقوم بيه بمنتهى الحب والتفاني، بالعكس احنا مستمتعين بيه، وان شاء الله كل ده يكلل ان شاء الله بقى يعني في لقاء بعد الماتش يعني يا رب. ان شاء الله كده نحتفل كلنا ان شاء الله. يا رب يا فندم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سيادة السفير السفير المصري في المغرب سيادة السفير ياسر عثمان، زي ما حضراتكم شايفين أنا بس حبيت أوري حضراتكم إن كل شيء جيد، كل شيء متواجد، كل شيء حلو هناك، إن شاء الله إن شاء الله كل الأمور تظل جيدة وبهذا الشكل وبهذا المنظر، وأنا متأكد من كده، أنا متأكد من كده، لأن هناك البعض سواء في المغرب أو هنا بيحاول إن هو يثير ولكن ده لن يحدث أبدا أبدا أبدا، لأنه كل اللي إحنا بنشوفه ده حاجة محترمة جدا، حاجة جميلة جدا. التنافس في الملعب والجماهير والحاجات الحلوة دي بالعكس، أنا عايز أقول لحضراتكم إن هي بتدي الواحد باور أو طاقة أو قوة غير طبيعية جوه الملعب،
خصوصا لشخصيات اللاعبين داخل النادي الاهلي. خلي بال حضراتكم المباراه صعبه جدا وفيها شغل تكتيكي عالي جدا، الشغل ابتدى من النهارده او من امبارح، ركراكي بيقول حاجه يرد عليه موسيماني، موسيماني يقول حاجه يرد عليه ركراكي في الصحافه المغربيه وهكذا، زي ما حضراتكم شايفين سجال سياسي رياضي، سجال سياسي رياضي ما بين بيتسو موسيماني وما بين وليد الركراكي المدير الفني للوداد الرياضي المغربي. وليد يقول لك اصل الاهلي ده اكبر، هي دي حقيقه بالفعل، ولكن هو بيقول كده عشان يهبط او يهمد او ينيم النادي الاهلي، ما يعرفش ان موسيماني ابو التنييم يعني. فوليد الركراكي بيتكلم على النادي الاهلي هو الاكبر والاهم والميزانيه وهو الاقرب للتتويج وكذا 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 وكذا، واحنا لو فزنا هتبقى مفاجاه، بيشيل الضغط من على لعيبته، واضح جدا لكل الناس يعني، ياما احنا بنلعب اللعبه دي كمان. فبالتالي موسيماني رد عليه وقال له لا بالعكس، ده انتوا اللي احسن وانتوا الافضل وانتوا ومبروم على مبروم ما يلفش يعني، فبيردوا على بعض. الماتش ابتدى من امبارح او من اول امبارح ما بين على الصحف لسه وعلى المواقع وعلى الكلام اللي بيتقال من ما بين وليد الركراكي وبيتسو موسيماني. الايام القادمه في التمرين اكيد موسيماني هيركز على حاجه، الركراكي نفس الكلام هيركز على حاجه، عايز يكسب، حقه ان هو يكسب، وطموح مشروع لكل من يصل الى النهائي الافريقي، طموح مشروع للنادي الاهلي ولجمهوره ان هم يشجعوا فريقهم. انا النهارده بالمناسبه هشرح لحضراتكم كيف تسافر الى المغرب ب 1000 جنيه. 1000 جنيه ازاي؟ هقول لكم، هشرح كل حاجه دلوقتي بعد قليل يعني، هشرح لحضراتكم ازاي تقدر تسافر ب 1000 جنيه شهريا يعني. تقدر تسافر الى المغرب. لانه مهم جدا 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 لعدد كبير جدا من الجمهور بيكلمني في التليفون يقول لي كابتن اسلام احنا عايزين نسافر ومش عارفين نسافر ازاي. هوري حضرتك النهارده او هقول لحضرتك كيفيه السفر الى المغرب ب 1000 جنيه كل شهر خلال الفتره اللي جايه. مهمه جدا النقطه دي. طيب مره ثانيه اللي احنا شايفينه ما بين زي النهارده، النهارده كان في مؤتمر صحفي ما بين في ليفربول اتكلموا عن المباراه النهائي دوري الابطال يوم السبت ان شاء الله. برضو على الجانب الاخر ريال مدريد اتكلموا عن نهائي دوري الابطال وبيشوفوا الدنيا ماشيه زي اللي هي في باريس، هي ولا في اسبانيا ولا في انجلترا على فكره، ها عشان العك اللي بيحصل في افريقيا ده ما بتشوفوش غير هنا بس. ف بيني وبينكم حتى لو في اسبانيا ولا في انجلترا، اسبانيا وانجلترا كان بيتم اتخاذ القرار قبل بدايه قبلها بسنه كانوا بياخدوا قرار. المهم يعني فمؤتمر صحفي محمد صلاح وهندرسون اتكلموا، الناحيه الثانيه كريم بنزيما، انشيلوتي، كلوب بيتكلموا، بيحاربوا رياضه في المواقع وفي كل الوسائل الاعلام، سلاح كل جهاز فني بيستخدمه حقه. نفس الكلام بيحصل هنا في دوري ابطال افريقيا اللي هيتلعب يوم الاثنين، معرفش ليه يوم الاثنين لكن تمام. طالما الامور غير خارجه عن النص، من حق وليد الركراكي يقول اللي هو عايزه، ومن حق بيتسو موسيماني يقول اللي هو عايزه، ما عنديش مشكله. نسمع من هنا ونسمع من هنا ونشوف من هنا ونشوف من هنا، وفي النهايه يوم الاثنين الساعه 9 بالليل او الساعه 11 ان شاء الله او بعد 11 بشويه ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويا رب يا رب نكون بنحتفل بالبطوله الثالثه على التوالي والبطوله رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شفتوا من شويه دي كانت بعثة النادي الأهلي وهي تغادر مطار القاهرة وتغادر النادي الأهلي، وكالعادة طبعا شاشة قناة النادي الأهلي دائما ما بتكون مع حضراتكم علشان توريكم. النهاردة كنا عاملين لقاء خاص لنقل وقائع انتقال النادي الأهلي من ملعب المباراة وحتى الطيارة أو ملعب التدريب وحتى الطيارة. زي ما حضراتكم شايفين ده كان وقت وصول الكابتن محمود الخطيب إلى المطار والطيارة زي ما حضراتكم شايفين، وترحيب دائم بالنجم محمود الخطيب ودخل الطيارة، وزي ما حضراتكم شايفين حاجات كتيرة جدا جدا بتحصل بنحاول دايما إن احنا ننقلها لحضراتكم على شاشة قناة الأهلي لحظة بلحظة لحظة بلحظة. كل حاجة حضرتك عايز تعرف حاجة اتفرج على قناة الأهلي عشان تشوف التفاؤل موجود، موجود اهو شايفين زي ما حضراتكم شايفين، الضحكة موجودة بشكل لطيف والهدوء والثقة موجودة، يعني النادي الأهلي برضو بيني وبينكم يعني النادي الأهلي برضو، واحترامنا لكل الناس، حتى محمد عبد المنعم هو متواجد مع الفريق، كل لعيبة الفريق متواجدين
حتى بدر بنون متواجد مع الفريق، لا ينقصنا إلا الدعم الدعم الدعم، المساندة المساندة المساندة. كل مجلس إدارة النادي الأهلي متواجد هناك، مش عايز أنسى أسماء، مش هقول أسماء عشان يبقى كل تقريبا كل مجلس إدارة النادي الأهلي موجودين هناك. شركة الكرة ياسين بيه منصور هتلاقيه موجود هناك أكيد 100% هيكون متواجد. كل المجموعة هتبقى موجودة، لأنه الكل زي ما حضراتكم شايفين، يعني انا مش هتكلم على الحاجات دي عشان بيقول لك ما تقعدش بتطبل وتعمل والكلام اللي حضرات اللي بعض من لا يشجع النادي الاهلي يقولها، مش انا اهو شايفين، انتوا شايفين، مش انا اللي شايف. هنشوف لما الكابتن خطيب ينزل المغرب ايه اللي بيحصل. هو ده رئيس النادي الاهلي، هو ده محمود الخطيب اللي كل الناس بتحترمه في اي مكان. حب الناس ده مش تطبيل، مش لا يشترى من الاخر، زي ما حضراتكم شايفين. كابتن محمود الخطيب، كابتن حسام غالي نجم النادي الاهلي الكبير الحقيقه اللي دايما بيكون متواجد مع لاعبيه، زي ما حضراتكم شايفين ايضا بيتسو موسيماني، الكل الحقيقه متواجد علشان شيء واحد فقط، وهو التركيز يوم الاثنين الساعة 9 بالليل. موسيماني والهدوء، ضحكة لطيفة جدا، كل حاجة حلوة وكل حاجة جميلة، ونتمنى يا رب كل التوفيق للجميع خلال الفترة القادمة، وربنا يكرمنا ويكرم النادي الأهلي يا رب يا رب إن شاء الله. يوم الاثنين نطلع بقى كلنا هنا نرقص ونحتفل ونعمل كل حاجة علشان ربنا يكرمنا إن شاء الله ونقدر نفوز بهذه المباراة، أو نعمل اللي علينا. أنا دايما ما أحبش أتكلم على فوز، نعمل اللي علينا والباقي ده بتاع ربنا، ربنا كرمنا وقدرنا نكسب هنحتفل وهنتبسط. ربنا ما أرادش إن إحنا لا قدر الله حصل أي حاجة تانية، يكون ولادنا عملوا الجهد الواجب عليهم علشان نطلع نسقفنهم نقول لهم شكرا على المجهود اللي أنتوا عملتوه، وإن شاء الله السنة الجاية ناخدها مرة تانية. ولكن الكل ينتظر يوم الاثنين الساعة 9، كلنا في ظهر بعض، كلنا ايدينا في ايدين بعض، كلنا كأهلاويه يعني ايدينا في ايدين بعض، كلنا نساند النادي الاهلي، نتكاتف مع فريق النادي الاهلي من خلال ايه يا اسلام احنا هنا وهم هناك؟ لا، من خلال الفيسبوك، من خلال التويتر، من خلال الانستجرام، من خلال التيك توك، اي حاجه حضرتك عايز تعملها، حتى لو انت هتدعي وانت بتصلي صلاتك ادعي، ادعي لناديك. خلي بال حضرتك كل الدعم ده بيوصل لكل اللاعبين. بيوصل؟ ايوه بيوصل. انا بقول وده بيقول ده بيقول، وهو ما بيبصوا على السوشيال ميديا بيشوفوا دعم الناس. ليه كلنا ما نغيرش البروفايل بيكتشر بتاعتنا في كل السوشيال ميديا عشان تبقى رقم 11؟ حاجات كتيره جدا نقدر ندعم بيها النادي الاهلي من خلال وجودنا او من خلال حبنا بقلبنا ده لهذا النادي الكبير والعريق. ان شاء الله لغايه يوم الاثنين هنفضل كل يوم وحننقل لحضراتكم اللي بيحصل في المغرب لحظة بلحظة لحظة بلحظة، علشان تبقى كل حاجة أمام مشاهد قناة الأهلي. طيب، كيف تسافر إلى المغرب بألف جنيه؟ حضرتك الموضوع بسيط جدا، موضوع بسيط جدا جدا، وفرصة السفر أصبحت متاحة للجميع وبتسهيلات كبيرة جدا. حضرتك ممكن تشجع فرقتك في الملعب بألف جنيه، ألف جنيه كل شهر. أيوة، بألف جنيه كل شهر، اللي هو بالتقسيط يعني، وكمان مش هتدفعهم دلوقتي أو بشكل فوري. كل اللي حضرتك حاليا مطلوب منك أن أنت تودي جواز السفر الخاص بيك للشركتين اللي النادي الأهلي أعلن عنهم، وهم ماستر ترافل ولاكي تورز. ماستر ترافل ولاكي تورز هتودي لهم الجواز الخاص بيك، وهم في انتظار حضرتك لحد يوم السبت اللي جاي ان شاء الله الساعه 12 ظهرا قبل المباراه باقل من 48 ساعه. وبالمناسبه برضو يعني احد شركات تقسيط فاليو، طبعا هو الشريك الاستراتيجي للنادي الاهلي، بيقدم وسيله دفع للتسهيل على جمهور النادي الاهلي. نزل التطبيق بتاعه وهتدخل بعض البيانات، هتفعل حسابك. هتفعل حسابك ازاي؟ هتفعل حسابك من داخل النادي الاهلي لو حضرتك عضو او في اقرب نقطه تفعيل ليك. خلاص؟ هتقدر تقسط الرحله حتى 15 شهر. 15 شهر بدون اي فوائد. بدون اي فوائد. هتتوجه الى
احدى شركتي السياحه المتعاقد معاهم النادي الاهلي لاكي تورز او ماسترز، وتقدر تكلم اللي حضرتك عايز تكلمه فيهم، ما عندناش اي مشكله، ما عندناش اي مشكله. وبالمناسبه عناوين الشركات هتبقى امام حضراتكم، العنوان اهو، دي لاكي تورز 116 شارع نزهه، ميدان تريام في مصر الجديده، امام مدرسه لسان الحريه، والتليفونات موجوده برضو. خش على الصفحه الرسميه بتاعت النادي الاهلي هتلاقي كل حاجه موجوده. فمحدش يقول لي بقى اصله لا، النادي الاهلي عمل كل ما يعني اللي يقدر عليه وهو في احتياج لحضراتكم. النادي الاهلي في احتياج لكل فرد من جمهوره يستطيع ان يسافر. تخيل حضرتك ان انت ممكن تروح تشجع النادي الاهلي ب 1000 جنيه، تروح المغرب، تروح لغايه المغرب وتقعد تشجع فريقك وترجع ان شاء الله بالكاس، تفرح مع فريقك وترجع بالكاس يا رب ان شاء الله. ده كله هيبقى من خلال شركتي ماسترز ولاكي تورز. ولو عايز بقى تقسط الفلوس زي ما بقول لحضراتكم، ده هيبقى من خلال فاليو. هتخش تعمل الابلكيشن وتخش تكتب بعض البيانات، ومن غير ببطاقتك فقط، من غير اي ورق خالص، ببطاقتك فقط هتقدر تروح الشركه وتقسط الفلوس وكل حاجه تمشي زي الفل. النادي الاهلي او مجلس اداره الاهلي الحقيقه عمل كل ما كل اللي عليه، حتى اللجنه اللي كونها مجلس اداره النادي الاهلي علشان تكون هي اللي هتطلع موضوع او هي اللي هتتفاوض في قصه الجمهور والكلام ده كله، اللجنه عملت اللي عليها وزياده، ست وزير العمري فاروق، الاستاذ خالد مرتجي، كل المجموعه اللي موجوده، انا مش عايز انسى اسماء. اي واحد في اي حته تقدر تروح، كمان فروع الشركه في اسكندريه وفي جميع انحاء الجمهوريه، العناوين زي ما قلت لحضراتكم هتلاقوها مكتوبه على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، كل ده موجود. وتقدروا تخشوا برضو على شركتي ماستر ترافل ولاكي تورز وتتابعوا معاهم كل جديد يخص السفر الى المغرب. ولكن انت متخيل ان انت ممكن تحط ايدك في جيبك كده وتطلع 1000 جنيه الشهر ده، الشهر ده يعني شهر احنا خمسة، خمسة شهر خمسة تطلع 1000 جنيه، آخر ستة تطلع 1000 جنيه كمان، آخر سبعة لمدة 15 شهر، كل شهر تطلع 1000 جنيه، وإن شاء الله يوم الاثنين تروح وتساند فريقك وتتفرج على نهائي دوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي بيلاقي نادي الوداد. يبقى فرجت، رحت المغرب، اتفرجت على فريقك، شجعت فريقك، إن شاء الله إن شاء الله تكون عودة حميدة وتقدر تعود بكأس دوري أبطال إفريقيا. والله أنا النهاردة ما كنتش عايز أتكلم في مثل هذه الأمور، ولكن تخيل حضرتك إن الاتحاد الأفريقي النهاردة قال إن التذاكر سيتم توزيعها كالتالي، وده حقه، محدش يقدر يقول أي حاجة. تذاكر يمكن 20,000 لجمهور عام، و10,000 للأهلي، و10,000 للمغرب أو للوداد، وخمسة راعي زي ما حضرتك شايف. الكاف موراكو فان أناونس طبعا عن 2021 تشامبيونز ليج فاينل تيكتنج أند سبكتيتور انفورميشن. ده أي حد عايز يخش ويعرف كل ما يخص هذا الأمر، وده البيان كامل بقى من أوله لآخره تقدر حضرتك تقراه وتعرف ان خلاص 45,000 متفرج، 20,000 او 10,000 لنادي الاهلي، و10,000 لنادي الوداد، و20,000 جمهور عام. وخمسه رعاة. مره ثانيه خليني اشرح لحضرتك يعني ايه جمهور عام. الجمهور العام ده يا فندم اللي هو زي ما قلت لكم كده في بدايه كلامي، مباراه ريال مدريد وليفربول يوم السبت، في 1500 مصري هيروحوا يحضروا المباراه دي. طيب هيروحوا يحضروا المباراه دي ازاي؟ هيروحوا يحضروا المباراه دي في باريس، لانهم دخلوا على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي واشتروا من التيكت الجمهور العام. التيكت بيبقى او تذاكر بتبقى خارج الناديين، الناديين ما لهمش علاقه بيه، واللي بيشتريهم اي حد تاني. خلاص؟ هل ده ممكن يحصل في افريقيا؟ ما اعرفش. طبعا انا متخيل
معرفش بقى حضراتكم معايا ولا لا، انا متخيل ان ال 20,000 جمهور عام دول هيبقوا كلهم مغرب، كلهم وداد، جمهور عام الوداد ده، معرفش انا شايف كده. فهل ده ممكن يحصل هناك في مباراه ريال مدريد وليفربول؟ لكن ما بيحصلش في افريقيا، احنا لسه اول تجربه واول مره تحصل واول مره نشوف، لان المسافات بعيده جدا جدا ما بين الدول الافريقيه. وبالتالي حضرتك بتدي نادي الوداد، اتحاد افريقي يعني، بيدي نادي الوداد 30,000 متفرج، 20,000 زياده، 20 على 10 بتوعه يبقوا 30، والخمسه الرعاه مغاربه. على فكره ما عنديش مشكله، ولكن مش ما تضحكش علينا، ما هو ما ينفعش تطلع حضرتك تقول لي اصل جمهور عام. هو احنا في سينما؟ احنا مش في سينما حضرتك، احنا في مصر، وناس بتسافر وناس بتيجي وناس بتروح. ما اعرفش يعني من امتى كان في جمهور عام في افريقيا؟ هات لي مباراه كان فيها جمهور عام، مباراه واحده حصل فيها. انا قعدت ادور النهارده اشوف، مفيش يا فندم. هل يعني مباراه نهائي الكونفدراليه هتتوزع كده؟ ها انا بصيت مفيش حاجه اسمها جمهور عام، ولا انت كاتحاد افريقي عايز تجامل برضو باي طريقه؟ حاجه غريبه جدا. يعني ال 20,000 دول، حتى الجمهور العام ده كنت وزعته 10 وداد و10 اهلي. خليك منصف مره في حاجه، لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر الحقيقه حاجة يعني أنا مش عارف الواحد بصراحة. لولا إن احنا رايحين بلد محترم وبلد كبير وشعب محب جدا للشعب المصري كانت هتبقى يعني، ما احنا مالناش على بقى. خلي بال حضرتك، أنا عمري ما اتكلمت ولا جبت سيرة المغرب ولا الوداد ولا الرجاء ولا الجيش ولا حد خالص في المغرب، كلهم إخواتنا وأصدقائنا وأحبائنا. لكن أنا الكاف هي قضيتي. هو لو كان الكاف قال إن المغرب هتلعب فيها المباراة من أول يوم، كان حد قدر يتكلم؟ كان حد قدر يفتح بقه؟ ده كلنا كنا هنهلل وهنتبسط وهنبقى مبسوطين إن إحنا مش هنروح نلعب في بلد آخر. والله بجد، لكن أنا بتكلم على كيفية الاختيار. كيفية الاختيار حاجة بصراحة تخليك تبقى قاعد مش كده يا جماعة، مش كده. الظلم مش كده، حتى في اختيارك ليه عدد التذاكر وكيفية توزيع التذاكر بالمنظر ده وبالشكل ده. أعتقد كل الأهلاوية زعلانين جدا 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 من اللي بيحصل من الاتحاد الأفريقي، ونتمنى أن هو يتم تغييره. مش الاتحاد الأفريقي يتم تغييره، ده بيجي بالانتخاب، ولكن يتم تغيير سياسات الاتحاد الأفريقي الفترة القادمة. أنت ما خليتش حاجة إلا وجيت فيها على النادي الأهلي. لكن افتكر في 2008 للي ما يتذكرش او للي ما يعرفش او للشباب اللي بيتفرج علينا وما يعرفش ايه اللي حصل في 2008 النهائي الافريقي كان ما بين النادي الاهلي ونادي القطن الكاميروني. القطن الكاميروني ده للشباب يعني للاجيال اللي موجوده دلوقتي يمكن ما يعرفوش القطن قوي. القطن الكاميروني ده واحد من اهم واقوى الفرق في الفتره دي. كان مين رئيس الاتحاد الافريقي في الفتره دي؟ عيسى حياته، جنسيته ايه؟ كاميروني. وكان حاضر المباراه النهائيه فين؟ في جروه، وكان عايز القطن يكسب. وسط جماهير غفيره جدا في القطن، كنا هنا كسبانين 2-0. وائل جمعه اتذكر وفلافيو. وهنا 2-0 مع القطن، نتيجه يعني مش صعبة ولا سهلة، يعني عادية، سهل جدا ان انت تجيب القطن. يعني ساعتها كان سهل جدا ان هو يجيب هدف في الاول وبعدين هدف في النص، ضرب الجزاء تتحسب والدنيا تتعقرب وكده. ولكن عارفين الماتش خلص كام؟ اللي هناك 2-2، شادي واحمد حسن على ما اتذكر. ضرب الجزاء شادي، واحمد حسن كرة لعبها كده اهي بجنب رجله كده دخل الجون اهو احمد حسن. تخيل حضرتك ان كل اللي حصل ده، وكان برضو قبلها ترتيبات والدنيا وها ورايحه وجايه وبص الجمهور كمل بص الجمهور قد ايه. انا هات لي الكره للجمهور، بص الناحيه الثانيه. ومع ذلك ابطال النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين 2-2
وقدرنا نفوز بالبطولة الإفريقية 62 اهو، الدقيقة 2-1، النتيجة 2-1 في الدقيقة 62 اهو، فوق اهو لسه بدري قوي. جه الشوط، شادي محمد كابتن فريق النادي الأهلي في ذلك الوقت يحرز هدف المباراة الثاني والتعادل ويخلص المباراة. ليه؟ لأن ده اللي واقف حضرتك ده عيسى حياته. أدي شادي محمد كابتن النادي الأهلي وهو يرفع كأس دوري أبطال إفريقيا في 2008، على الرغم من أن أنا بلعب في بلد رئيس الاتحاد الأفريقي وفي بلد كل حاجة، وأنا متأكد أن الاستقبال في الكاميرون لن يكون نصف أو لم يكن نصف الاستقبال اللي هيتم استقباله النهاردة للنادي الأهلي، 100%. احنا في المغرب ده بنحس أنها بلدنا، يعني شبهنا. فالحقيقة ولا يفرق معانا إن شاء الله. كل ده هيزيد لعيبة النادي الأهلي حاجة واحدة فقط، الإصرار والعزيمة على الفوز إن شاء الله بهذه المباراة. أسد أفريقيا، إحنا أسد أفريقيا وأبطال المواجهات الصعبة. ليه إحنا أسد أفريقيا؟ لأنه مواقف كتيرة جدا، زي الموقف اللي أنا قلته لحضراتكم، وإن شاء الله الموقف ده هيعدي. في الأهلي أول بطولة سنة 82 توج بيها على حساب إيه؟ أشانتي كوتوكو. كانت فين؟ كوتوكو هناك. والأهلي رجع باللقب، ومش عايز أقول لكم أشانتي كوتوكو برضو للناس اللي ما عاشوش الجيل ده، أشانتي كوتوكو ده كان حاجة كده مرعب مرعب، وكان سيتو وصل أوروبا من كتر ما هو فريق قوي جدا يعني. ولكن رجال النادي الأهلي أعطوا درس كروي شديد اللهجة للجميع، وكان بداية لعنوان مهم جدا وهو سيطرة النادي الأهلي على القارة الإفريقية. ارجع يا كاف لبطولات أفريقيا اللي توج بيها النادي الأهلي 2006، الصفاقسي في تونس. المباراة دي افتكروا كده برضو إيه اللي حصل للأجيال اللي ما شافتش هذه المباراة. 1-1 في القاهرة، 1-0 في اللحظات الأخيرة أو في العمر الأخير من المباراة، بيفوز النادي الأهلي بهدف النجمة بوتريكا أهو. في الوقت اللي ظن فيه الجميع أن البطولة ذهبت إلى تونس، أبو تريكا جه موت أهو، خلص على الناس كلها خلاص، مفيش وقت. بص دي 91 و12 ثانية. أفريقيا بالكامل أن عرفت أن النادي الأهلي هو ملك البلاس 90. كانت ساعتها وسط حسرة ودهشة مما حدث. وكان مانويل جوزيه، أنا قلت حكيت لحضراتكم الحكاية دي كذا مرة، مانويل جوزيه كان حكي لنا السيناريو ده قبلها كذا مرة قاله لنا واحنا في الملعب واحنا هناك في تونس، وحكى لنا الموضوع وايه اللي حصل وازاي هنكسب ومين اللي هيكسبنا وهنعمل ايه وفي الدقيقة كام هنكسب. في الدقيقة من 80 ل 90 احنا كسبنا، في الدقيقة 91 بالمناسبة. ف الكونفدرالية هنا في القاهرة، وليد سليمان بيمينه وعماد متعب طلع وحطها بدماغه، هدف 1-0 في الدقيقة كام؟ 94. هو ده النادي الأهلي يا كاف، هو ده النادي الأهلي. أحمد عادل عبد المنعم مصاب، أنا فاكر من الدقيقة 60 تقريبا، حارس مرمى النادي الأهلي في ذلك الوقت ما كانش في حارس مرمى، كنا 12 ولا 13 لعيب أنا فاكر يعني في القائمة كلها يعني. ولكن وليد سليمان بيمينه اللي هي الكتعة زي ما بنقول، عمل أوفر يعني ما يعرفش يعمله كافو اللي هو كان أفضل باك يمين في الوقت ده، عمل أوفر بيمينه طلع عماد متعب خطف سرق اللاعب الآخر في ذلك الوقت وحطها بدماغه، هدف. هو ده النادي الأهلي، هو ده جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي اللي فضل ورا فرقته في الوقت ده تحديدا لغاية الدقيقة 94. ترجي في 2012 تعادلنا هنا وكسبنا هناك 3 أعتقد أو 2-1، 2-1 وتريكا ضيع ضربة جزاء، كان السيد حمدي وجده هم أبطال هذه البطولة. التاريخ موجود، التاريخ لا يتم تزييفه بالصوت والصورة وكل المباريات أهو. ولكن يا
يظل دائما النادي الاهلي كبير وسيظل دائما كبير بجمهوره وبكل شيء مهما حاول الكاف ان هو يبعد النادي الاهلي عن بطولته المفضله، ولكن النادي الاهلي سيظل دائما هو الكبير. زي ما حضراتكم شايفين وليد سليمان في مباراه الترجي وسيد حمدي وناجي جده. هذه هي كرة القدم التي نتمناها إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم الاثنين، إن شاء الله نستطيع أن نفوز يوم الاثنين. إن شاء الله كلنا أمل وكلنا هنفضل متواجدين، كلنا هنفضل في ظهر فريقنا لغاية آخر لحظة. لغاية آخر لحظة. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نقرأ أخبارنا، أخبار البيتك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. موسيماني بيعلن قائمه الاهلي استعدادا لمباراه الوداد المغربي. النهارده كان في تمرينه الظهريه، وبعد التمرينه مباشره سافر مجموعه النادي الاهلي ان شاء الله هتكون في المباراه النهائيه. كان في فقره بدنيه تحت اشراف كابيلو ومخطط الاحمال قبل ان يخوض اللاعبون، فقرات متنوعه استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في 9 من مساء الاثنين المقبل في ملعب مركب محمد الخامس. 28 لاعب كانوا متواجدين في القائمة. محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، بدر بنون، محمد عبد المنعم، محمد هاني، كريم فؤاد، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، عمرو السلية، ومحمد محمود، وحمدي فتحي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ووليد سليمان، وبيرسي تاو، ومحمد شريف، وصلاح محسن، وحسام حسن، وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا. طيب، موسيماني النهارده ايضا عقد محاضره للاعبي الفريق قبل انطلاق المران ظهر اليوم. احمد ياسر ريان نجم النادي الاهلي الحقيقه اللي كان محترف في تركيا وصل النهارده وكان في زياره سريعه جدا لفريق النادي الاهلي لمؤازره النادي الاهلي قبل السفر الى المغرب. ايضا ثنائي النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كان احمد ياسر ريان متواجد مع امبارح كان متواجد كهربا ومؤمن زكريا، النهارده احمد ياسر ريان متواجد مع بيتسو موسيماني اهو وفريق كره القدم للنادي الاهلي. بدر بنون النهارده واكرم الحقيقه النهارده شفناهم بيجروا شويه حوالين الملعب، ان شاء الله يرجعوا لنا بالف سلامه. ثم هدايا تذكاريه من مصر للطيران لبعثه النادي الاهلي قبل مغادره مطار القاهره. بعد اللي حضراتكم شايفينه وبعد التمرين مباشره اللعيبه بتطلع تاخد شاور لغايه لما تطلع الاتوبيس ويبقى في ميعاد للتحرك الى مطار القاهره. اول لما اللعيبه وصلت لمطار القاهره الحقيقه شركة مصر للطيران ادت هدايا تذكارية للفريق. طيب، دي طبعا بعض اللقطات من داخل النادي الاهلي. دي كانت الظهر لما النادي الاهلي خلص تمرينه وزي ما حضراتكم شايفين الكل بيستعد للسفر أو الذهاب إلى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب. الاتحاد المغربي يحدد موعد حجز تذاكر نهائي إفريقيا وكيفية الحصول على التأشيرة، وده كله الحقيقة عرفناه من سيادة السفير سفير مصر في المغرب السفير ياسر عثمان. من ضمن التصريحات اللي انا بقولها لحضراتكم او قلتها او من ضمن المباراه التكتيكيه اللي بتتلعب قبل المباراه اللي هتتلعب يوم الاثنين الساعه 9 هي مباراه بتتلعب على في الاعلام او مباراه اعلاميه بتتلعب اعلاميا. ركراكي قال الاهلي اقرب للفوز بدوري ابطال افريقيا رغم اللعب في المغرب.
ما خلوني اقرا لحضراتكم التصريحات دي لانها مهمه جدا. وليد الكراكي المدير الفني للوداد المغربي قال ان النادي الاهلي هو الاوفر حظا للتتويج بلقب دوري ابطال افريقيا اكثر من فريق الوداد، رغم اقامه المباراه النهائيه في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. قال الكراكي في تصريحات صحفيه لصحيفه المنتخب المغربيه: الصحافه تصف الاهلي بالوحش او الغول او فريق القرن بالقاره، سنواجه هذا النادي الكبير وهو يملك 10 بطولات دوري ابطال افريقيا والاكثر تتويجا بمصر وافريقيا وربما على مستوى العالم. اضاف مدرب الوداد: ميزانيه الاهلي اكبر من الوداد، تاريخه ضخم وبه العديد من النجوم الدوليين ومدربه يصنف الافضل حاليا بالقاره، فماذا بعد؟ بعد كل هذه المعطيات هم الاوفر حظا للفوز باللقب ولو لعب بالدار البيضاء. ايضا قال الكراكي: لو حدث العكس وتوجنا باللقب ستكون مفاجاه، وسنجتهد قدر الامكان لنعزز فرص هذه المفاجاه. الجماهير ستساعدنا بكل تاكيد، ولكن ليست هي من سيسجل كما قال حارس مرمى الاهلي محمد الشناوي: شاهدنا كيف واجه الاهلي الرجاء في المغرب ولم يتاثر. اللي يهمنا هو الاداء الذي سنقدمه ولا نعاني من ضغط اقامه اللقاء في ملعبنا. اختتم وليد الكراكي كلامه: سنركز على ما نجيد فعله وسنعمل على تجهيز الفريق بدنيا لاننا عانينا من بعض الاصابات في المباريات الاخيره. هو كلام يبدو منطقيا. كلام يبدو منطقيا، وهو وليد الكراكي بيحاول يشيل كل الضغط اللي على فرقته علشان ينقله للنادي الاهلي. خد بقى يا نادي اهلي، انت الكبير، انت اللي ميزانيتك كبيره، انت اللي عندك عدد كبير من اللاعبين الدوليين، انت اللي بتصرف كتير، وانت اللي كذا وانت اللي كذا، وانت الاحسن في افريقيا، وانت نادي على فكره ما احنا عارفين كل الكلام ده. هو احنا رايحين نلعب في افريقيا ومش عارفين الكلام؟ احنا عارفين كل الكلام، الكلام ده ارقام حقيقيه عن النادي الاهلي وكلام حقيقي. هو ما قالش حاجه، وقال كلام حقيقي عن النادي الاهلي. فهو بيحاول ياخد الضغط ويرميه في النادي الاهلي، يرميه عند بيتسو موسيماني يقول له ايه؟ اتفضل يا عم بيتسو، انت افضل مدير فني، يلا يا عم انتوا الاقرب. لا، مش احنا الاقرب خالص، بالعكس الوداد المغربي هو الاقرب، الوداد المغربي هو الاقرب بحكم حاجات كتيره جدا، اولها جمهوره. اولها جمهور الوداد. اللي هيكون اكتر في ملعب المباراه. هتقول لي اصل احنا مدينا 10 و10، هقول لك ام التيتي كانوا بيقولوا كده زمان. يعني ما تقوليش 10، انا مديك هنا 10000 وهنا 10000 و20 ده جمهور عام. جمهور عام الوداد وال10000 جمهور خاص الوداد مثلا يعني. ف طبعا جمهور الوداد هيكون اكتر جمهور يعني، لكن ان شاء الله ولادنا يقدروا يعملوا الشغل اللي احنا عايزينه ويقدروا يكسبوا هذه المباراه. كاف بيبرز افضل تصديات الشناوي بدوري الابطال، وقالوا: حارس من طراز رفيع. استعرضت الصفحه الرسميه لدوري الابطال الافريقي افضل تصديات محمد الشناوي خلال دوري ابطال افريقيا وكذلك قبل نهائي دوري الابطال بين الاهلي والوداد يوم الاثنين المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس. ونشرت صفحه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه تغريده عبر تويتر وعليها فيديو معلقه: حارس من طراز رفيع، افضل تصديات محمد الشناوي خلال دوري ابطال افريقيا 2021-22 وحارس من طراز رفيع. النهارده اتحاد كره القدم بيستقبل قنصل عام كوريا الجنوبيه لانهاء الاتفاق على وديه منتخبنا الوطني. زي ما حضراتكم عارفين في مباراه وديه بيتم الاتفاق عليها ما بين منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبيه. الاستاذ جمال علام ختام هذه الجلسه اهدى علم درع الاتحاد المصري لكره القدم للقنصل العام، كما تبادل الطرفان القميص الخاص بمنتخبي مصر وكوريا الجنوبيه. طيب نجري شويه لانه موافقه مبدئيه من الاتحادين الفرنسي والهولندي لاداره قمه الاهلي والزمالك. طب الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، تلقى الاتحاد كره القدم موافقه مبدئيه من الاتحادين الفرنسي والهولندي على تعيين طاقم
من أي من البلدين لإدارة قمة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو المقبل. إصدار 7، الكلام احنا قلناه امبارح ولا أول امبارح، في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز. أرسل الاتحاد الكرة مخاطبات لـ7 دول من بينها ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، أسبانيا، إيطاليا، تمهيدا لاختيار طاقم أجنبي لإدارة هذه المباراة. واعتذر الاتحاد الألماني عن عدم تعيين حكما للقاء القمة بسبب حصول الحكام على إجازة خلال هذه الفترة لتوقف الدوري الألماني وانتهاء دوري أبطال أوروبا. كما أصبح من الصعب إسناد إدارة مباراة القمة لأي حكم أوروبي مشارك في إدارة مباريات كأس العالم بسبب ارتباطهم جميعا بمعسكر استعداد لكأس العالم يوم 20 يونيو، أي بعد المباراة ب 24 ساعة فقط. وبالتالي من الصعب استقدام أي منهم بسبب ارتباطهم بموعد المعسكر الأهلي بموعد معسكر كأس العالم. النهارده الاهلي بيواجه بطل كوت ديفوار بدور ال 16 ببطوله افريقيا للسيدات، غدا مش النهارده الحقيقه، غدا ان شاء الله فريق سيدات الكره الطائره بالنادي الاهلي يضرب موعدا لمواجهه اسك ميموزا في دور ال 16 ببطوله افريقيا المقامه في تونس بعد تحقيق العلامه الكامله في دوري المجموعات. الاهلي يلتقي نظيره بطل كوت ديفوار بكره الساعه 4 بعدما فاز في المجموعات على كل من الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1 في إطار ثالث مواجهاته، وفريق واك الغيني في أول مواجهاته قبل الفوز على الجمارك النيجيري بنتيجة 3-0 أول أمس. أيضا خبر سعيد لكل محب النجم محمد النني، محمد النني قال أو أعلن الحساب الرسمي لأرسنال عن تجديد عقد محمد النني حتى يونيو 2023. زي ما حضراتكم شايفين ده الخبر اللي تم إعلانه على صفحة الأرسنال. ومحمد النني بعد كده قال almost 7 years، يعني بقالنا 7 سنين، بقالي 7 سنين متواجد في أرسنال، من الواضح أن الرحلة هتكمل إلى 3 سنوات أخرى. أيضا محمد صلاح النهاردة بيعلن في المؤتمر الصحفي لدوري أبطال أوروبا اللي كان متواجد فيه مع هندرسون ومع يورجن كلوب، إن هو يعني بكل تأكيد، هو قال كده بكل تأكيد سأكون متواجد العام القادم مع ليفربول ولن أتكلم عن موضوع تجديد العقد لأني مش عايز أبقى أناني وأتكلم على موضوع تجديد العقد. أنا كل تفكيري فيه ينصب على ان انا اخد الكاس، وان هندرسون وشاور على هندرسون ان هو يرفع الكاس ويحاول يديهولي مره تانية. وضحك حتى محمد صلاح في هذه اللقطه. وبالتالي محمد صلاح باق مع ليفربول للعام القادم على الاقل. طيب قلنا او نزلنا الشارع وقلنا وجه كلمه لفريقك، طبعا كل مشجعي النادي الاهلي قلنا لهم وجه كلمه لفريقك. طيب هسيب حضراتكم الان مع هذه الكلمه اللي حضراتكم بتوجهوها لفريقكم، فريق النادي الاهلي قبل المباراه النهائيه ان شاء الله يوم الاثنين القادم. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير ثم فاصل، ثم بعد الفاصل محمد جمال وايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير. بقول لعيبه الاهلي والجهاز الفني ان احنا كلنا ثقه فيهم ومتاكدين ان شاء الله انهم هيرجعوا بالكاس البطوله وهم يستحقوا كده. انا بتمنى لهم التوفيق، وهم لعيبه رجاله، وانا واثق ان شاء الله ان هم هيكرروا الانجاز السنه اللي فاتت ويرجعونا بالبطوله ان شاء الله وبالكاس ان شاء الله. هم لعيبه رجاله وهم قادرين ان هم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي جد البطوله ياخدها ان شاء الله المره الثالثه على التوالي. تمام، هو يكون قد المسؤوليه، مش فارق يعني بره الملعب او جوه، بره مصر او جوه مصر. ان شاء الله بالتوفيق وتبقى الثالثه على التوالي ان شاء الله، وهو عودنا ان هم بيكونوا رجاله في المواقف دي يعني. احنا متعودين ان لعيبه الاهلي دايما رجاله والجماهير وراهم في اي مكان، طبعا اذا كان في المغرب وجماهير المغرب برضه هم احنا رايحين لهم، وان شاء الله يشرفونا ويرفعوا راسنا ويرفعوا راس مصر كلها ان شاء الله باذن الله.
عايز اشكر اللعيبه طبعا ان هم وصلوا لحد النهائي وكانوا بالماتشات اللي فات كلها بيلعبوا حلو بصراحه. ان شاء الله الاهلي هيكسب، مش فارقه ملعب وداد او ملعب اهلي، كده كده مش هتفرق. هو الوداد لعبناهم 2020 وما كسبناهمش اي نتيجه، كسبناهم 5-1 في مجموع الماتشين. ان شاء الله ربنا يكرمهم كده، النادي الاهلي فريق كبير وباذن الله ربنا يكرمهم كده ويرجعوا لنا بالبطوله باذن الله، متعودين دايما باذن الله. قال لهم انتوا لعيبه رجاله وانتوا دايما قد المسؤوليه ودايما بكون عند حسن ظن الجماهير. النادي الاهلي متعود او لعيبه الاهلي عموما يعني متعودين على المواقف دي الصعبه، سواء بقى الماتش بقى في المغرب، الماتش في اي مكان. فهو خلاص احنا وصلنا ماتش فاينل، نركز على ماتش النهائي البطوله والحاجات الثانيه دي بعدين يعني. لكن اهم حاجه دلوقتي اللي احنا نركز في اجواء الماتش، لان الماتش مش هيكون سهل، بس احنا واثقين فيكم جدا ان انتوا هترجعوا ان شاء الله بالكاس. اتمنى لهم التوفيق دايما يا رب. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0، وان شاء الله يكون ال11 الاهلي ان شاء الله، ويا رب يا رب يرجع ان شاء الله كسبان بال11 ان شاء الله. لعيبه رجاله ومش اول مره تقع في الموقف ده، اقول للنادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقكم وان شاء الله الى الامام على طول ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تفوزوا بالماتش وترجعوا بالبطوله من المغرب بامر الله. بقول لهم يعني ان شاء الله هتشرفونا وهتكونوا على مستوى المسؤوليه وترفعوا راسنا، وسواء انتم يعني الماتش في القاهره او في المغرب ان شاء الله هتكونوا انتم الفائزين باذن الله وتفرحوا جماهيركم ومصر كلها. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله قدام الوداد، وان شاء الله البطوله على 11 الاهلي باذن الله. انا اهلاوي اول حاجه 100%، وبتمنى من ربنا ينصر الاهلي ان شاء الله ويردهم سالمين غانمين وغالبين ان شاء الله منصورين. نقول ان شاء الله منتظرتكم في ال11 ان شاء الله، ونقول انتوا قد ايه قدود، وياما ان شاء الله ياما احنا قابلنا اصعب من كده، مواجهات اصعب شويه من كده، لكن نقول نتمنى التوفيق للاهلي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني هيجيبوا ال11 ان شاء الله، لان الاهلي في المواقف الصعبه يبقوا كلهم واحده واحده، وعايزينهم نشوفهم زي ماتش انبي كده ان شاء الله في اخر دقيقتين يخلصوا لنا الماتش ويجيبوا لنا بال11 ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره محمد جمال وايمن جلبرتو. هنتكلم في امور كثيره جدا وهامه جدا جدا النهارده. زي ما قلت لحضراتكم احنا من شويه برضو خشوا على الصفحه عندنا، اعرفوا ازاي تقدر تسافر يوم الاثنين ان شاء الله في رحله اليوم الواحد اعتقد ب 11000 او 12000 هنسال دلوقتي، وتدفع 1000 جنيه في الشهر من خلال تقسيط الرحله دي كلها، او ثمن الرحله يتم تقسيطه على من 12 او 15 شهر كمان من خلال احدى شركات التقسيط، ومن خلال شركتي السياحه اللي تعاقد معاهم النادي الاهلي اللي هم لاكي تورز وماستر تورز. الاثنين دول من خلالهم هيكون زي ما حضراتكم سامعين، وهتعرفوا بقى اللي عايز يخش يعرف اكتر يعرف اكتر خلال الساعتين ثلاثه او خلال النهارده بكره برضو، علشان اللي عايز يسافر ان شاء الله يدفع 1000 جنيه كل شهر خلال ال 15 شهر القادم او ال 12 شهر القادم. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، دكتور محمد جمال. ازيك يا دكتور؟ حبيبي يا كابتن، كله تمام؟ ربنا يخليك، مبسوط الحمد لله معاك. ايضا دكتور ايمن جلبرتو. تمشي في شعرك والنضاره تمشي مع بعض. دكتور ازيك يا ايمن؟ دكتور علاج طبيعي مثلا، صفات ملاعب، دكتور نضارات مثلا، او احنا ممكن النهارده نشتغل بروح الدكاتره. مثلا روح البروتوكول، اتمنى يكون معانا روح البروتوكول. احنا مش هنتكلم في خلاص، خلينا نتكلم على النهائي الافريقي. محمد انت لسه كنت بتكلمني دلوقتي عن اللائحه، ماذا تقول اللائحه في حاله عدم بيع ال 10000 تذكره فيما يخص النادي الاهلي بعد صدور بيان الاتحاد الافريقي، وان النادي الاهلي هياخد 10000 تذكره، والوداد هياخد 10000 تذكره، والجمهور العام هياخد 20000 تذكره، والرعاه هياخدوا 5000 تذاكر، اللي هم يعني 10000 تذكره للنادي الاهلي و35000 تذكره للجمهور الوداد. في نقطة كان بس هم يا أخي ما يعني لا ما لازم هي لازم تتعمل. قال له يعني وأنت تكتب الخروف بكذا، نجيب الريحان يعني الله يرحمه كان رجل عبقري طبعا. قال له لا ال ال اسمه إيه؟ الحبل بكذا وربطة الحبل بكذا طبعا وفك ربطة الحبل بكذا، ما هو ده ظبط الشغل بقى، والدكتور بكذا وعلاج الدكتور بكذا فتمام. أحلى من الشغل تظبيط الشغل. طيب في نقطة كان متخوف منها جدا جدا جمهور النادي الأهلي، ونقطة كنا متخوفين منها كلنا، رغم إن هي لوائحيا واضحة جدا في إجراءات الأمن والسلامة اللي أصدرها الكاف مادة 20 فقرة ألف، مادة 20 فقرة ألف. أي أوكي، ويا ريت لو تتعرض وإحنا بنتكلم، لو معانا سمير حطها لنا لو سمحت.
المادة 20 فقرة قال بتقول إيه؟ إنه في حالة تم تخصيص عدد معين لجمهور أي فريق في المباراة النهائية وتم بيع جزء من العدد ده، تعتبر المدرجات الباقية منطقة عزلة. تعتبر تاني. المدرجات الباقية منطقة عزلة، يعني عشان نشرح للناس ببساطة، دلوقتي النادي الأهلي اطرح له 10,000 تيكت، ال 10,000 تيكت النادي الأهلي جمهوره اشترى 3,000 تيكت، متبقي 7,000. لا يمكن زي ما الكاف كان بيحاول يسرب أو يعمل ده في وقت من الأوقات، وطلع عن طريق الكاف إنه في حالة عدم بيع الجزء المتبقي من التذاكر المخصصة للنادي الأهلي يتم بيعها لجمهور المنافس كمان غير ال 35. اللائحة واضحة جدا، مادة 20 لائحة الكاف، مش لائحتنا ولا لائحة النادي الأهلي، لائحة الكاف، يعتبر التذاكر غير المباعة من المنطقة المخصصة لجماهير النادي الأهلي منطقة عازلة ضمن إجراءات الأمن والحماية اللي أقرها الكاف. نقطة مهمة جدا، تطمن جماهير النادي الأهلي على أمنهم وسلامتهم وتأكد أن الجزء المخصص لجماهير النادي الأهلي هيكون فيه جماهير النادي الأهلي فقط لا غير. مهم جدا نقطة تانية نأكد عليها، أنه أكيد أكيد كابتن سلام عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي في الاجتماع الأمني اللي بيبقى مع جي أس الاتحاد الأفريقي هيصروا أنه يتم تدوينه وإثباته في حالة اختراق جماهير الوداد للحواجز الأمنية ودخولهم على مدرجات النادي الاهلي يتم ايقاف المباراه مباشره. انا عايز اضيف حاجه تانية، حاجه اذا سيجريجيتد اريا اوف ذا ستاديوم فور فيزيتنج سبورترز هاز مور سيتس ذان ا نمبر اوف تيكتس granted to the visiting participating team all places in the area ايوه shall be made available to the visiting team to the بس واضحه جدا لحضراتكم اهو، لان دي يعني الكلام اللي مكتوب ده احنا مش جايبينه من لائحه في النادي الاهلي ولا جايبينه في لائحه من نادي الوداد، احنا جايبينه حضراتكم من لائحه تخص الاتحاد الافريقي. طبعا مظبوط طبعا، وفي ورقه تانية كمان معلمين فيها بالاحمر عشان لو الناس حبت ان هي دوكيومنت القصه والناس كلها تبقى عارفاها التانية. لو الورقه في ورقه تانية معلمين اهو، ده البوكس يمكن صغيره شويه مش هنشوفها، بتتكلم تفصيلا any tickets not purchased by a team will not be released for purchase، يعني لو ما تم شرائها مش هيتم طرحها للفريق المنافس. واضحه وصريحه جدا. تمام. واضحه ومش للفريق المنافس بس، لاي حد، البابليك سيل اللي هو الجمهور العام. هي دي كان هي دي كانت التراك اللي بتتم انه يتم طرحها للجمهور العام، زي قصه ال 20,000 اللي تم طرحهم للجمهور العام. الكلام ده لما تكون المباراه في ملعب محايد، هم استغلوا اللائحه انه هي بتاع قصه الجمهور العام، ده لو هي في ملعب محايد مش على ملعب واحد من الفرقتين، ده لو في نيجيريا زي لو هي في نيجيريا زي نهائي الكونفدراليه واتطرحت للجمهور العام، يبقى بيتكلم على الجمهور النيجيري. لا بيتكلم على اي جمهور بقى من اي دوله موجود يعني هناك. تتباع ان مثلا زي نهائي الكونفدراليه كان نادي نهضه بركان ونادي اورلاندو بايرتس المغرب وجنوب افريقيا بيلعبوا في نيجيريا، ففي ساعه للجانب بتاع المغرب، ساعه للجانب بتاع جنوب افريقيا، وفي ساعه للجمهور العام اللي هو في نيجيريا عايزين يخشوا يتفرجوا على الماتش بيقعدوا في الاماكن دي شجع، ده اللي هو هيبقى فاضي يعني غالبا. بالظبط. وعلى فكره الماتش في نيجيريا للامانه يعني مباراه نهائي الكونفدراليه كان فيها عدد حضور جماهيري لا باس به لمباراه نهائي الكونفدراليه طرفها فريق مغربي وفريق جنوب افريقي، شعبيتهم ممكن ما تكونش بالشعبيه الكبيره ولكن الناس بتحب الكوره راح تتفرج على ماتش. فبرضه عشان الناس كانت بتقول ده مباراه النهائي ممكن لما تتلعب في ملعب محايد الاهلي والوداد لو راحت السنغال ممكن الملعب يبقى فاضي، لا اكيد كان هيبقى فيه دوشه وكان هيبقى فيه حضور لان في ناس اكيد بتحب الكوره عايزه تشوف المباراه دي، وهنا نقدر نقول الجمهور العام. الحته اللي عايز اكد عليها الكلام جيمي هو في الحته بتاعت اللائحه والاجتماع الامني دي تحديدا، لان في تجارب سابقه كان بيبقى مخصص لجمهور النادي الاهلي في بعض الملاعب عدد مقاعد معينه، ولما ما بتتمليش كان بيتم يعني ده من خلال اصدقاء لينا سافروا ان الامن بكل طبعا هدوء بيقول لهم معلش احنا هنرحل الاماكن شويه في شويه، فيفضلوا يترحلوا لحد ما يبقوا موجودين في كورنر ما في الاستاد وبقيه المدرجات ممتلئ عن اخر. طب هنا كان المبرر ايه؟ ممكن نقول ان المبرر ان الاهلي بيلعب ماتش اوي في ملعب الفريق المنافس، فوالله يعني انتوا ده عددكم فانتوا هتقعدوا في حته صغيره، لكن المره دي ده مش ماتش اوي، ده ماتش في ملعب، هو ملعب واحد، ملعب محايد. النادي الاهلي زي ما قلنا في حلقه قبل كده النادي الاهلي هو الفريق ايه في الماتش ده، يعني هو الفريق المستضيف للمباراه دي، اللي هنقول الاهلي والوداد زي ما الزمالك كده والاهلي في نهائي القرن نقول الاهلي والوداد، فلا النهارده
10,000 تذكره للنادي الاهلي، يعني مدرج الثالثه يمين بالكامل في ملعب مركب محمد الخامس. راح 1000، راح 2000، راح 1، راحوا ال 10,000. هو ده المكان بتاع جمهور النادي الاهلي، يبقى مؤمن طبعا. الجماهير المغربيه طبعا ان شاء الله ما فيش اي مشاكل، الناس تبقى قاعده في اماكنها والجمهور الاهلي قاعد في اماكنه، والموضوع لازم يمشي كده. اي اجراء تاني اعتقد اكيد النادي الاهلي عنده بلان A وبلان B وبلان C، ان هو ازاي يتعامل مع المستجدات اللي ممكن، اصل البوابات اتفتحت، اصل الجمهور تكدس، اصل مش عارف ايه اللي حصل. لا احنا ده نهائي، ده مش ماتش قوي، فده نهائي لازم يكون مراقب من الكاف، في لوائح وفي عقوبات، وفي الملعب ده نفسه لسه في مباريات الكوارتر فاينل والسيمي فاينل اتعمل عقوبات على الانديه اللي لعبت عليه، وتم خصم نسبه من الجماهير بسبب عدم التنظيم. فلا النهارده ده نهائي، الموضوع ما ينفعش فيه ان احنا نسيب اي حاجه بالصدفه، او اللي هو ايه، معلش احنا حبايب، احنا حبايب طبعا وكل حاجه، بس بره الملعب بعد الماتش نسلم على بعض، ولكن جوه الملعب كل واحد ليه حق لازم ياخده. مظبوط جمال. يعني بالتالي نفهم من كده ان ال 10,000، معلش مره ثانيه، لانه طبعًا لازم نظهر هذا الموضوع مره واثنين وثلاثه، ال 10,000 اللي هيكونوا متواجدين، جه 1000، 9,000 هيبقى فاضي طبعا لو جه 1000 فقط طبعا. والنادي الاهلي انا على يقين تام انه هيصر على اثباتها في الاجتماع الامني في حاله حدوث اختراق للمنطقه المحميه العازله لجمهور النادي الاهلي. في حاله حدوث اختراق يتم ايقاف المباراه مباشره، حرصا على امن وسلامه الجماهير ايا كان عددها من النادي الاهلي. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه المهمه جدا 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 لائحيا، لو برضو تتعرض معانا النقطه بتاعه البرايسنج او التسعير، او التسعير. قال ان هناك البعض حاول، او هم قالوا كده برضو الأخبار. بعض التسريبات، هي مش توارد ولا حاجه، هي تسريبات مقصوده، بالونه مقصوده طبعا 100%، انه من الممكن ان يكون الوداد السعر بتاعه اقل بكتير من سعر تذكره النادي الاهلي. في الحاله دي برضو هنرد زي ما بنرد كل مره من لوائح الكاف، لا لينا علاقه لا بلوائح النادي الاهلي، لوائح الكاف. هنرد برضو على قصه تسعير التذاكر في حاله وجود مباراه على ملعب محايد او ملعب مستضيف نهائي. الامر واضح جدا، unless the participating teams agrees otherwise and approved by the CAF، يعني لازم الفريق المنافس يوافق على انه يتم طرح التذاكر باسعار مختلفه. unless، اذا لم يوافق الفريق اللي هو النادي الاهلي، لا يمكن طرح التذاكر باسعار مختلفه، نفس الدرجه للفرقتين بنفس الاسعار، يعني الدرجه الثالثه وليكن سعرها 10 درهم، ال 10 درهم لازم تطرح لجماهير نادي الوداد بال 10 درهم، النادي الاهلي لو هياخد تذاكره مجمعه هياخد ثمن التذكره 10 درهم، ده اجباري، محدش يقدر يغير ده. وهنا برضو تاني بنطلق جرس انذار بسيط جدا. المباراه لا تحتمل كل ده. المباراه في كل حال من الاحوال احنا عايزين ناخد حقنا. فتاني لوائح الكاف الامر واضح جدا جدا، التسعير متساوي، الدرجات موحده. ثالثة شمال اللي هيبقى موجود فيها جمهور الوداد، أو ثالثة يمين اللي هيبقى موجود فيها جمهور الوداد، أيا كان موجودين فين في الملعب، الدرجة الواحدة بنفس السعر لجمهور الوداد وجمهور النادي الأهلي. نقطة مهمة جدا لوائحية، إحنا بندور على حقوقنا بأي شكل وبأي طريقة بما يتسق مع لوائح الكاف، اللي أظن إن الظلم بين جدا وواضح حتى فيما تم إصداره النهاردة فيما يخص الطرح العام للتذاكر. لا ما هو أنت لو كده هيقول لك ايه؟ هيقول لك طب ما انا طرحت كده في نهائي الكونفدراليه، لان المباراه على ملعب محايد، انت اعتبرت المغرب ملعب محايد وفي طرف طبعا. فنرجع لاصل الازمه، خلي بالك هو بيقول لك دايما ان يعني انت ما بتلعبش في في الدار البيضاء، انت بتلعب على ملعب محايد. على ملعب محايد، هو ده وجهه نظر الوداد على فكره. ما هو دي وجهه نظر الوداد، هو يسوقها كيفما يشاء، حقه انه طبعًا يحاول حقه ياخد اكتر اكبر قدر من المكاسب، حقه 100%. لكن نهايه احنا دايما دايما مرجعيتنا هي اللوائح. مزبوط. انت قلت ملعب محايد، ملعب محايد هو وصف واضح وصريح، الا اذا كنت اعلنت من بدايه البطوله، لان هنا صفه الحياديه هتبقى موجوده. ليه؟ انا قلت قبل ما اعرف مين هيوصل بالظبط كده، قلت ما اعرفش مين هيوصل. يعني هو مثلا في دوري ابطال اوروبا هم اعلنوا السنه اللي قبل اللي فاتت ان النهارده هيتلعب يوم ال 28 هيتلعب في باريس، في البارك دو برانس. صح. فلو كان باريس سان جيرمان وصل خلاص، هم لهمش دعوه، بقى لان انا هنا انا الزمت نفسي بصفه الحياديه طبعا طبعا، ما كنتش اعرف ان الفرقه دي هتوصل. انما لما اجي وخلاص تحدد طرفي المباراه النهائيه، او تحدد بنسبه 90%، واجي اقول انا بقى هدي لدول واقول عليهم ملعب محايد. 90% ولا 100%؟
100% 100% احنا بس ساعتها كنا بنقول كده، لكن دلوقتي لا 99% مش 100% 99%. بعد طبعا بعد مباراه بيترو اتلتيكو الذهاب خلاص كانت القصه انتهت يعني بالظبط. فاجي اطرح اقول ان ده ملعب محايد، ده يعني عبث بيتم وباطل يربي حق بالطريقه اللي تم تم بس هو ايمن بيعتبر ما هو كل الاجراءات اللي بتحصل دي معناها ان هو بيعتبر ان هذا الملعب هو ملعب محايد. هو طبيعي ان هو لازم يعتبر، لان هو خد انا اسف هو خد كل الكلام اللي انت بتقوله ده وطبق اللوائح باعتبار ان الملعب ده ملعب محايد. بس لما يعني نقول الجمهور يعني كان لازم يبقى ليه الجمهور العام دي يعني يبقى ليها صرفه شويه، بس يعني ما هي في الاخر احنا في امر واقع بالظبط. للاسف احنا اصبحنا في امر واقع، وكان امر واقع يصعب للامانه تغييره لان الموضوع كان شبه محسوم. وحتى لما كان في خطوه ان ممكن الخطوه ترجع، الجانب اللي هو كان الوحيد اللي موجود بينافس راح منسحب، فكان خلاص. فاحنا بنتكلم في امر واقع، فاحنا نفسنا كنادي اهلي لعبنا نهائيات كتير بره ملعبنا. ايوه احنا قلنا كتير النهارده. خلي بالك مثلا ماتش القطن الكاميروني ده 2008 اللي ممكن اجيال ما تتذكروش، الاجيال الصغيره يعني ما يتذكروش، ولكن الاجواء كانت صعبه والملعب نفسه كان لينا اصدقاء برضو اللي كانوا موجودين في 2008 لما راحوا مباراه في كاس الامم، قال لك ده الحياه اختلفت، المطار اختلف واللاعب اختلفت، فالامور كانت بتبقى صعبه. ولكن لكن في النهايه اللي في الملعب النادي الاهلي كان قدر ان هو يكسب. فهي النهارده ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني يوم الاثنين يبقى عندهم كل حاجه وكل الدوافع ان هم يقدوا مباراه قويه جدا في الملعب فنيا نحسمها. احنا كل اللي احنا هنا بنحاول نعمل ايه؟ نهيئ الامور اداريا بالشكل مش هتقدر تعمل اكتر من يعني كده، يعني نقدر لو ايه ان نضمن الحياد بنسبه 30% او 20% او حتى لو وصلنا ل 50% حياد، ده يبقى كرم من عند ربنا لان الموضوع صعب. احنا حتى لو كنا بنلعب بتلاعب فريق بيترو اتلتيكو في ملعب في انجولا وبنفس الاجواء دي ما كنتش هتحس ان الموضوع صعب زي ما بتلعب في مركب الخيس. ليه؟ لان دي طبيعه المباريات اللي بين انديه شمال افريقيا وهتظل كده وهتظل كده تنافس يعني. والوداد كسب، جه الاهلي كسبه هنا او يعني عمل على نتائج ايجابيه. الاهلي كان مره كسبان الوداد هنا 3-1 والماتش خلص 3-3. الاهلي في مره راح في الوداد في ملعب الوداد وكسب بجون ضربه راس على رامي ربيعه في وسط ال 60,000 مشجع مغربي. ففي الاخر هي كوره، ولكن في امور دي حقوق، وزي ما والحقوق يجب ان يتم المحافظه عليه بالظبط. زي ما انت بتطالب بحقك وبتقول انت كنادي وداد ورئيس نادي الوداد قلت ان ده ملعب محايد وان المغرب خدت بالتصويت وان وان وان، احنا كمان كنادي اهلي من حقنا نقول ان لا احنا لينا كذا ولينا كذا ولينا كذا وعلينا كذا، ونشوف ايه اللي هيحصل في ارض الملعب. لكن كل اللي بنتمناه ان المباراه في الاخر تبقى مباراه كوره جوه الملعب، الحكم زي الفل اهو الحمد لله، المدرجات تبقى مدرجات نهائي، الامور متسيطر عليها، وفي الاخر الكوره واللي يكسب مين اللي يكسب هنقول له مبروك. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نشوف مين اللي هيكسب من وجهه نظر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جيمي، عايز برضو اسالك، تصريحات وليد الركراكي عجباني الحقيقه، يعني مباراه بدات بدري قوي ما بين موسيماني وركراكي، تصريحات نفسيه بيحاول شويه. اللي كان مميز بالتصريحات دي من قبل حتى ما يجي النادي الاهلي هو بيتو، فهو بيحاول ان هو يستبق وانه يشيل الضغوط من على لعيبته بانه النادي الاهلي صاحب. هل ده ممكن يعني هل في حاجه اسمها كده ان هو يقدر يشيل الضغوط من على لعيبته؟ انا بلعب هو نهائي، انا كلاعب يعني بلعب نهائي، هو يعني بيحاول بيحاول انه يقلل الضغوط. انتوا عملتوا بطوله كبيره ووصلتوا الفاينل، هو اكيد بيقول للعيبته حاجه ثانيه خالص في اوضه اللبس. التصريحات العلنيه قصه ثانيه، وده اللي كان بيعمله بيتسو دايما ان هو بيحاول احنا لا فريق كبير و و و. انا عمري مثلا ما فكرت في تصريحات يعني جوزيه مثلا كلامه معانا غير لما يطلع يقول حاجه ثانيه، يطلع عمري ما فكرت ان انا اقرا مثلا هو بيقول ايه، لان بس يعني بيني وبينه حاجه ثانيه او يعني بيننا وبينه يعني مش بيني وبينه. حته جوزيه قبل ما يكمل جيمي، افتكر التصريح اللي قاله في الولايه الثالثه لما جه وقاله حتى بشكل لطيف، نادي الاهلي لما كان متاخر شويه في النقاط مع نادي الزمالك وقت كابتن حسام حسن كان ماسك الفريق، قال هكسب واوصل. لا قال حته كده للناس وهو في اخر المؤتمر بضحك كده، قال ايه الفرق بس تمسك شيكابالا وما لكوش دعوه بالباقي،
ان وقتها شيكابالا كان مع الزمالك وكابتن حسام حسن هو محور اداء الفريق في الكور الثابته، بيعمل لهم صناعه لعب، كان بيجيب اهداف من فوق. كان شيكابالا عامل حاله في نادي الزمالك وقتها وفي الدوري، وكان مكسبه نقط كتير. فهو بشكل لطيف كده وراح قايل في اخر المؤتمر الفرق بس تمسك شيكابالا والباقي ما وخد حدث. وده اللي حصل، وخد حدث، والضغط اتصدر عند النادي الزمالك وكابتن شيكابالا والامور. فده في ساعات الحاجات دي ساعات لو اللعيبه في لعيبه، لو ممكن لعيبه الاهلي مثلا هو يظن ان في بعض لعيبه الاهلي ما عندهاش خبرات، هو ممكن يظن في ممكن بعض لعيبه الاهلي ما يبقاش عنده خبرات، او ليه انا اصدر نفس الضغط دلوقتي وهم بيتكلموا عن النهائي وبلدي والمغرب، انا عندك ارمي الكوره في ملعبهم الاعلام عندهم يتكلم في القصه دي. فايامنا ما كانش في سوشيال ميديا كتير كده، كان في طبعا لكن كان ما فيش كبير بشكل كبير كده، فكنت بتقرا الجرايد او المواقع يعني على التليفونات. فالجرايد لما كنا بنقرا، انا عمري في حياتي مثلا ما كنت بروح ابص للمدرب الفريق المنافس بيقول ايه. طبعا في حياتي طبعا انا شخصيا. لا دلوقتي اللاعب للاسف يعني هو بيعمل بس كده بالموبايل، هيشوف كل حاجه بتتقال. فهم كل مدرب بيبقى متخيل ان دي ممكن تعمل ضجه مثلا في الاعلام المصري، يبتدوا يتكلموا عني وتصريحاتي، فاللعيبه تبتدي والجهاز الفني يركز يبتدوا يردوا عليا. في ناس ممكن كده، لكن اعتقد بيتسو موسيماني راح رددها على طول بالتويتر. ما انا بقول لك ده ذكاء بقى يا جيمي، يعني ده ذكاء جدا من الركراكي ومن بيتسو. طبعا هو تعامل، هي مباراه نفسيه قبل ما تبدا، كل بقى الاجواء والظروف بما فيها التصريحات سواء من وليد الركراكي او بيتسو، ان هم ازاي يطلع تصريحات تطلعني كفرقه، تطلعني كفرقه كراي عام، ابعد الضغوط تماما عن فرقتي، ابعد ماليش علاقه خالص وملوش علاقه خالص هو بيقول ايه في اوضه اللبس، وبيشتغل مع لعيبته ازاي، وبيحضرهم نفسيا وذهنيا ازاي للمباراه. فالقصه طبعا مختلفه تماما، لكن هي تصريحات مجرد ان انا بحاول اكسب مساحه ارض ازود تركيز فرقتي فيها. طيب اذا بيتسو موسيماني من وجهه نظرك كيف افكر نفسيا بقى؟ يعني خلينا دلوقتي فنيا بعيد احنا شويه عن الفنيه، لكن نفسيا هل بيتسو رد بشكل او باخر من وجهه نظرك يا ايمن؟ اعتقد التويته اللي كتبها عن الحكم جوميز، لان بيتسو ده كان دايما الناس بتتكلم ان هو في جنوب افريقيا كان عنده خلافات مثلا في طريقه اداره جوميز للمباريات، لكن الراجل جوميز حكم مباريات كتيره للنادي الاهلي سواء في وجود بيتسو او غير بيتسو، مباريات كتيره في افريقيا حكم ما عليهوش اخطاء، راجل مبارياته كلها بتعدي في سلام حتى لو فيها ضغط. انا فاكر ان جوميز هو اللي اخطا اعتقد، مش فاكر، ولا الثاني كان رضوان جيد. رضوان جيد، رضوان جيد ركله الجزاء ماتش 2-2، ركله جزاء ماتش 2-2 كان رضوان جيد. رضوان جيد اعتقد جوميز في مباراه الترجي اللي هي النسخه الماضيه كان برضو في قلق قبل المباراه والجماهير بتقتحم الملعب والامن، يعني كان في حاله كده في ملعب رادس صعب قبل المباراه، وكان ادار المباراه بشكل جيد جدا وادار اعتقد المباراه للاهلي قبل كده امام الوداد، وكانت برده يعني لكن هو صدر بس الحته دي اللي هو ايه خلاهم هناك دلوقتي هم بيتكلموا الحق بص ده بيحكم من نفس جنسيه بقى اللي هو ايه الشغل بتاع مش انتوا بتتكلموا الجايين المغرب، لا ده انتوا بتتكلموا على الحكم وبتاع، فهو صدر لهم شويه ضغط دوشه كده. فالحاجات دي بتفرق، لكن اعتقد بيتسو موسيماني دلوقتي مفيش حاجه في الكلام ده خالص، لا جوه الاوضه اللبس احنا بنتكلم في النهائي ال 15 يا كابتن بقى. انت عارف انه اي حد هيفكر في كل الكلام ده مش هيكسب طبعا، اخره بره تركيزه. يعني ايه؟ انا كلاعب بقى، انا هتكلم كلاعب، اي حد هيفكر في اصله الملعب، اصله الجماهير، اصله ما بقول لك ايه، كانك بتلعب الزمالك مثلا في وجود جمهور، بتبقى انت 90 احنا مثلا 90000 متفرج، 45 و45 مثلا، او احنا 60 وهم 30 مثلا، 45 و45 عشان ما حدش يقول لك مش بيتريق ولا بيعمل الجنب اللي انت بتروح فيه الناحيه بتاعه الزمالك، ما هو انت كل ده جمهور زمالك عليك طبعا. يعني بيحصل اكتر من ال 45 اللي موجودين في 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 ملعب محمد الخامس، انت فاهم قصدي؟ انا عايز اوصل انه انا كلاعب لو فكرت كده لا مش هكسب. يا كابتن ما انت في الانترو قلت مثالين مهمين جدا، جروة دي فرقة من وسط القارة الكاميرون غرب القارة، ومثال مباراة الصفاقس الشهيرة الملعب كله متقفل بالكامل جماهير تونسية 14 15 واحد بس اللي كانوا قاعدين، ورحت قدرت تفضل واقف على رجلك والدخله بتاعت ابو تريكا ان هو يوطيلهم ويركع فانت مريت اجيال مختلفه طبعا العقليات مختلفه، الشخصيات نفسها بتاعت اللعيبه مختلفه، ولكن ده مهم جدا اللعيبه، الامثله دي مهمه جدا هتتضرب للعيبه انها تحفظ الكلام ده، انها تبقى عارفه بشكل جيد ان هي راح لابسه تيشرت نادي الاهلي ما يهمنيش الجماهير افصل تماما، انا نازل انفذ اللي الراجل عمله. والتعامل النفسي بتاع بيتسو انا اراه جيد جدا في بطوله افريقيا. الجيل الحالي من يعني لعيبه النادي الاهلي لازم يؤمن بحاجه معينه، اتفضل
ان هم ابطال افريقيا اثنين مرتين على التوالي، ثالث عالم انديه مرتين على التوالي، اثنين سوبر افريقيا مرتين على التوالي، لعبوا في رادس في جمهور ومن غير جمهور، راحوا المغرب لعبوا بجمهور ومن غير جمهور، سافروا هنا وهناك، يعني مروا بمواقف صعبه. فهم لازم يبقى عندهم المنتاليتي بتاعت لا انا اقدر العب في اي ظرف. فعلا هم لعبوا في ظروف كتير صعبه وفي ظروف كتير، ولكن هو لازم يبقى عنده الحلم بتاع اللي انا ايه، انا هعمل حاجه. مفيش جيل في النادي الاهلي ايا كان اجيال ذهبيه بنضرب بيها المثل منها الجيل بتاع حضرتك يا كابتن اسلام، لكن هيبقى ان الجيل الحالي هيبقى عمل حاجه ان شاء الله مفيش اي جيل في النادي الاهلي عملها قبل كده. حتى لما اتعملت زمان كانت بطوله مختلفه تماما، او كانت بطوله دوري ابطال مع بطولتين دوري ابطال الكؤوس، او ما يعني مفيش فريق في افريقيا ومفيش جيل في النادي الاهلي هيبقى كتب في تاريخه ان هو كسب بطوله دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات متتاليه. مظبوط. وراح كاس العالم للانديه عنده فرصه ثانيه لميداليه ثالثه. فدي حاجات دي لما تتحط في اللعيب دي شخصيه، انت تنزل قدام اي فريق بتقول لهم انا اصلا بلعبك وانا بطل افريقيا، مش بطل افريقيا النسخه دي، لا انا بطل افريقيا النسخه اللي فاتت واللي قبلها، ولعب نهائيين في 2018 و2017. النادي الاهلي في اخر 10 سنين يا كابتن اسلام او بنتكلم في الالفيه كان نهائي دوري ابطال افريقيا لعبهم في الالفيه 2001 و2005 و6 و7 و8 و17 و18 و12 كتير. يعني كم مهول بنتكلم، مفيش نادي في افريقيا الاهلي بيكسر ارقامه. يعني النادي الاهلي النهارده النهائي ال 15 في تاريخه وهو بيكسر رقمه اصلا، لان مفيش نادي كان وصل ل 14 او 12 نهائي زي النادي الاهلي النهارده. بيتسو موسيماني نفسه كمدرب في افريقيا هيتكتب له في تاريخه ان هو المدرب الافريقي الوحيد اللي بيلعب اربعه نهائي دوري ابطال افريقيا، لعب ثلاثه وخدهم قبل كده وبيلعب النهائي الرابع، وممكن يبقى لو ان شاء الله ربنا وفقه مع النادي الاهلي وخد البطوله الرابعه يبقى هو كمدرب افريقي مش اجنبي، يعني مدرب من داخل القاره عمل انجاز ما اتعملش قبل كده، وهيعادل رقميا مستر مانويل جوزيه كراجل مدرب اسطوري اجنبي كان موجود في افريقيا. فدي حاجات كلها ما هي رصيد في البنك. مستر مانويل جوزيه كان بيقول لك كده كابتن اسلام، ده رصيدك انت كلاعب في البنك، ايه هو ان انت بتجيب اجوان بتجيب بطولات، كل دي رصيدك انت، لان بعد كده لما بتبطل كوره هو ده اللي بيخليك لسه موجود في الصوره. ولو مزبوط. ربنا بيرزقك لو كنت بتاخد جنيه وانت بتلعب ممكن تاخدهم اثنين وثلاثة واربعة بعد ما تبطل بسبب الرصيد ده، والناس دايما تفتكرك. فدي اللي لعيبة النادي الاهلي دايما لازم تقبلهم لما ينزلوا اي ماتش قدام اي فريق تحت اي وضع، انا بطل افريقيا خلاص الموضوع منتهي يعني. فربنا ان شاء الله يكرم، والارقام دي نقعد نضربها في اثنين وثلاثة كارقام قياسية، والمايند جيمز بقى نسيبها لبتوع المايند جيمز يعني. طيب خلينا نطلع فاصل اخير، وبعد الفاصل نشوف برضو هيقولوا لنا ايه محمد جمال وايمن جلبرتو، ولكن على الشاشه بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كلام فني جدا، قلت لحضراتكم ان احنا خلال هذه الفتره هنتكلم فني اكتر ما هنتكلم في اي شيء اخر. خليني ابدا بايمن او محمد، هتشرح لنا ايه النهارده؟ طيب مبدئيا قبل ما نتكلم على الفنيات خلينا نقول للناس عشان يبقوا عارفين احنا ليه بنختار شكل معين من الحالات، ليه بنشتغل على الحالات دي دون غيرها. في اي فريق في الدنيا ليه حاجه اسمها باترن او نمط بيشتغل عليه، سواء نمط في اخطائه يعني بيتم تسجيل فيه معدلات اهداف بشكل معين بنفس الطريقه فبيتضرب بنفس الطريقه، او نمط بيتم بشكل معين انه بيسجل بالطريقه دي او بيشتغل بالطريقه دي. أيوة. عشان كده احنا بنركز دايما على الباترن او النمط، ازاي الفرقه دي بتشتغل، وتكرار التسجيل او تكرار استقبال الاهداف بنفس الطريقه ده اللي احنا بنسميه النمط. عشان كده هنشتغل على الحاجات اللي تم تكرارها سواء في مباريات الدوري او في مباريات دوري ابطال افريقيا. تمام. فاحنا هنتكلم دلوقتي على نمط، هنتكلم على النمط هم المشاكل اللي عند الوداد ايه الاول، وازاي نقدر نستغل هذه المشكلات لانها تم تكرارها خلال السيزون مع نفس المدرب بنفس اللعيبه مع اختلاف المنافس. اوكي. بيستقبلوا بنفس الطريقه، والمشاكل اللي موجوده عندهم بالمناسبه في بعض النقط عندهم ايجابيات فيها على الصعيد الهجومي، لكن نفس اللاعب اللي هو مميز جدا هجوميا عنده مشاكل كبيره جدا دفاعيا. نفس اللعيب نفس الطريقه اللي بيتضرب بيها، عشان نبقى رابطين كده هنتكلم الاول على المشكلات اللي عند الوداد وازاي هو بيهاجم ونخلي بالنا من ايه الربط في بعض النقط. نفس النقط الايجابيه هي نفس النقط السلبيه اللي عند فرقه الوداد. فهنبتدي باول مشكله عند فرقه الوداد. فضل.
وهي السايدال سبيسز او المساحات الجانبيه اللي في ظهر الازهر. خلينا نتكلم الاول في 30 ثانيه بس عايز اقوله حضرتك بتتكلم ان يعني دلوقتي او منذ قليل 10 دقائق تقريبا وصلت بعثه النادي الاهلي الى المطار في المغرب، وان شاء الله مع اول حاجه هتوصل لنا هنوري لحضراتكم ايه اللي حصل. اتفضل معانا. اشكرك يا كابتن، موفقين يا رب باذن الله. فهنتكلم على السايدال سبيسز او المساحات الجانبيه. خلينا نقول في 20 ثانيه الوداد بيلعب ازاي، التشكيل الاقرب اللي هيلعب بيه قبل ما نعرضه في الاخر. خلينا اقوله عشان الناس تبقى محضره لما اتكلم على اسم اللعيب عارف بيلعب فين. الوداد بيلعب معظم مبارياته باستثناء الاربع مباريات الاخيره، منهم مباراه العوده امام بيترو اتليتيكو ومباراتين في الدوري مع شباب المحمديه واولمبيك خريبكا، غير الطريقه شويه وراح لل 3 4 3. لكن الوداد طول السيزون بيلعب 4 3 2 1. الاربع لعيبه اللي بيلعب بيهم الوداد في الخط الخلفي بيعتمد على اشرف داري ومحمد امين فرحان اثنين سنتر باكس، بيعتمد في الظهير الايمن على ايوب العملود، في الظهير الايسر بيعتمد على يحيى عطيه الله. ثلاثي مهم جدا هنتكلم عليه. يحيى راح المنتخب النهارده، يعني اللاعب الوحيد اللي بينضم في الفترات اللي فاتت كلها من الوداد بشكل مستمر. يمكن التكناوتي كان احيانا بينضم، لكن انس لزنيتي حارس الرجاء هو اللي في اغلب الاحيان هو الحارس الثالث، لكن اللاعب الوحيد اللي بيروح في الفترات الاخيره مع خليزيتش هو يحيى عطيه الله اللي هنتكلم عليه كتير جدا النهارده سواء في الايجابيات او في السلبيات. في خط الوسط عندهم ثلاثي مميز جدا، رضا الجعدي، جلال الدودي، راس مثلث مقلوب لتحت، راس المثلث اللي تحت الاقرب للسنتر باكس عشان يعملوا البيلد اب هو يحيى جبران. ثلاثي في الخط الامامي ايمن حسوني صاحب الكوره طول الحلقه، هنقول صاحب الكوره البلاي ميكر، هو اللي بيوزع اللعبه، هو اللي بيحدد الباترن اللي اشتغلوا عليه هجوميا. زهير المترجي كان مصاب الفتره اللي فاتت لكنه فكر الناس بيه، اللي سجل في نادي الزمالك في مباراه الذهاب في المغرب، لعيب بيلعب وينجر سواء في الناحيه الشمال او الناحيه اليمين. واخطر لعيب بقى في الفرقه هو جايم بينزا اللي شغل الوداد كله بيبني عليه كمحطه كروسز، شغل الارضي كمان ال 1 2 وال 3 اللي بيتعمل اللي بيشترك فيه. ده شكل الوداد قبل ما نتكلم بقى على رغم ان مبينزا يعني مش اهدافه في البطوله لسه كنت هقول لك مش كتيره، ولكن زي ما جيمي كده بيقول هم بيبنوا عليه الخطط الهجوميه او الطرق الهجوميه، لانه يعني لعيب جسمه زي احنا شايفين قوي ولعيب سريع ولعيب مميز، فهو بيرتكز عليه ان هو يعمل عليه طرق لعب معينه عشان خاطر اللعيبه اللي هي الخطيره في الوينجرز عندهم واللعيبه وسط الملعب ازاي يقدروا ان هم زي ما قلنا كده بيجوا من الخلف او يسجلوا باكثر من طريقه. ف يعني زي ما قال كده نركز برده على لعيب صاحب الكوره لان هو ده الشغل كله بيقوم من ايمن حسوني. ايمن حسوني المحور بتاعهم، وطبعا خلفه يحيى جبراني. طب هنبتدي بالسايدال سبيسز اللي اتكلمنا عليها. لو نشغل كده السايدال سبيسز المساحات الجانبيه. المساحات الجانبيه، ايه المشاكل اللي عند فرقه الوداد في المساحات الجانبيه؟ قبل ما نبتدي هنمشي الكره دي، نبص الاول ده ورا الظهير الايمن لنادي الوداد ايوب العملود، دي من مباراه بيترو اتليتيكو. لما نيجي نتكلم انه ايوب العملود في الوقت ده هو موجود ورا الجناح بتاع بيترو اتليتيكو لان هو بيندفع جدا هجوميا، نفس الكلام اللي هنتكلم عليه في الحالات اللي بعد كده. مشي الحاله شويه، مشي اهي، وقف معايا هنا عبال ما تمشي. نبص هنا كابتن اسلام، هنيجي نبص على السبيس الاولانيه. بص كام سبيس هنتكلم عليها فيها مشاكل عند فرقه الوداد. السايدال سبيس لان في بعض الحالات مركبه بيبقى فيها غلطه واثنين وثلاثه، دي الغلطه الاولى السبيس الاولانيه. وقف معايا هنا، السبيس الاولانيه كانت ورا الظهير الايمن ايوب العملود. السبيس الثانيه الراجل نازل هنا بيترو اتليتيكو مش ممسوك، نعلم على الثلاث لعيبه دول، الثلاث لعيبه اللي في الشق الهجومي. كام لعيب من الوداد؟ ست لاعبين. لما يكون عندي ست لاعبين من الوداد في الحاله الدفاعيه وثلاث لعيبه بس من بيترو اتليتيكو، لو نعلم على اللعيبه بتاعه بيترو اتليتيكو، الثلاث لعيبه بتوع بيترو اتليتيكو الثلاثه مش ممسوكين، الثلاثه مش ممسوكين. الراجل راح له ايوب العملود متاخر، الراجل الاسترايكر داخل في الهاف سبيس ما بين الاثنين سنتر باكس، يبقى بدانا الحاله بغلطه في السايدال سبيس ورا ايوب العملود ورا الظهير الايمن لنادي الوداد، ثم غلطة تانية ما بين الاثنين سنتر باكس سواء محمد أمين فرحان اللي هو آخر لاعب في الصورة جوه ال 18 من الوداد، واللاعب اللي قبله أشرف داري الراجل الاسترايكر، واللاعب الثالث اللي مكمل معاهم الجناح اليمين اللي دخل انسايد واقف فاضي على ال 18 عشان ياخد السكند بول. غلطة مركبة. ويحيى فين؟ يحيى عطية الله هو الباك ليفت، ده اللاعب لسه نازل اتأخر جدا بعد جد. ما الهجمة خلصت ودخل جوه ال 18، اللاعب
اللي لسه راجع ما وصلش لخط ال 18 عشان يعمل التغطيه العكسيه. جدا جدا. والراجل الغلطه الاضافيه يا كابتن انه الراجل ده اللي هو يحيى عطيه الله لما نيجي نتكلم على ظهير لما الاقي ان الجناح اللي معايا الراجل اللي على خط ال 18 ده بتاع بيترو اتلتيكو ده الجناح الايمن داخل مكمل على خط ال 18 هو ما راحش حتى انسايد عشان يقفل معاه، اتجاه الحركه خاطئ، الوقت الرجوع متاخر، ودي المشكله العامه. نمشي بقيه حالات السايدل. المشكله العامه عند فرقه الوداد حاجه اسمها الريباوند بوزيشننج او العوده للتمركز. لما انا برجع عشان اتمركز بعد ما بفقد الكوره في نص ملعب المنافس لما بيجي يرجع الرباعي عندهم مشكله، ايوب العملود، يحيى طه الله، ظهير الايمن والايسر واثنين السنتر باكس. عشان كده بنلاقي كل الهاف سبيسز اللي موجوده والسايدل سبيسز. نمشي الحاله اللي بعديها. يمكن هنا بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره لو تاخد بالك طريقه لعبه اللي هي حاول نخلي ان في اثنين سترايكرز اللي هم مثلا بيرسي تاو ومحمد شريف او بيرسي تاو وطاهر وراهم حسين الشحات وعبد القادر، عشان هي الحته دي زي ما انت كده شايف يا كابتن اسلام الحته دي لو في سرعات بشكل معين في هجوم هي اللي هتوصلنا، هي اللي تقدر توصلك وتخليك ازاي تستغل الاخطاء دي. لان النهارده زي ما جيمي كده بيقول ست لعيبه من الوداد متمركزين بشكل خاطئ. لعيبه النادي الاهلي في الحته دي الجناح الشمال عندك اثنين صراع بنتكلم في علي معلول، احمد عبد القادر لما بيبقى موجود ولو اتطرف معاهم بيرسي تاو في بعض الاحيان. الناحيه الثانيه لو هنكمل الناس اللي تكمل واحد زي حسين الشحات لما يكمل او يجي من ورا ساعات اليو ديانج زي ما مثلا في ماتش الزمالك 5-3 كان هو بيكمل دايما في الحته بتاعت البوكس دي. فالنهارده يبقى انت النادي الاهلي يقدر يخلق اكتر من فرصه تسجيل لو استغل الاخطاء دي. فهنا الحاجه بقى اللي لازم لعيبه النادي الاهلي تشتغل عليها وتركز فيها ازاي التمركزات الهجوميه تبقى سليمه وازاي يبقى في تركيز في انهاء اي فرصه تستغلها من الخطا ده، لان هو ده اللي هيربكهم وهيخليهم يكرروا الاخطاء دي بشكل مستمر. تمام. نفس الخطا مكرر تاني بدايه اللعبه. تخيل يا كابتن اسلام لو تبص على الفريم الاولاني ده تخيل ان دي سيت بيسز كره ثابته. بص الوقفه بتاعت الظهير الايمن واقف ازاي، الجناح الايسر واقف ازاي، سبيس موجوده تمشي اربع لعيبه طبعا اربع لعيبه واقفه خاطئه تماما. بتكلم على دي كره ثابته مش متحركه ولا فيها ريباوند بوزيشننج خاطئ ولا فيها عوده خاطئه. الوقوف نفسه مشكله. الراجل راح عمل الكروس حتى هو بيعمل عرضيه براحته ومستني كلها واقفه. والازمه ان هو لو مذاكر فرق بيترو اتلتيكو كويس كان عارف ان ده واحد من اخطر مفاتيح لعب بيترو اتلتيكو ظهير الايسر كان راح اشتغل عليه انه يقفله السبيس دي. لكن بيعدوا مره واثنين وثلاثه في نفس المباراه بنفس الطريقه، بتعمل الكروس ريبوزيشننج خاطئ من اشرف داري، الراجل بياخد الراسيه الاولى وبياخد الراسيه الثانيه لولا انقاذ التكناوتي كان هيبقى هدف لبيترو اتلتيكو. فيبقى السايدل سبيسز او المساحات الجانبيه. نمشي ثاني خطا مركب، مساحه جانبيه رجع يحيى عطيه الله متاخر، الباس هتروح في الهاف سبيس ما بين يحيى عطيه الله ثاني، هو راجع لا هو عامل ماركينج لا ماسك بشكل جيد ولا هو قدر يروح للراجل الجناح، دخل اتحرك الجناح ولا زال الثلاثه لعيبه الوداد اللي متعلم عليهم بالاخضر دول الثلاثه واقفين، محدش عمل ماركينج، محدش مسك، محدش عمل الترحيل ولا التغطيه. الراجل كل وحده خالص. الراجل تياجو ازولاو طلع بره ال 18 وبيستلم بمنتهى الاريحيه عشان يروح يعمل الكروس من على الارض، والثلاث لعيبه لا زالوا واقفين وقوف خاطئ. نكمل وتوقف لي هنا، ثبت لي هنا الراجل الاسترايكر. معلش الفريم اللي قبله تاني بس الفريم ده نيجي نبص هنا نفس الخطا اللي في اللعبه الاولى. الراجل السنتر فيرويد بيخش ما بين الاثنين سنتر باكس للمره الثالثه في نفس المباراه بنفس الطريقه، التحرك بطيء جدا، العوده للتمركز خاطئ تماما. بيجي الراجل الفيرويد بيحرك، نخش على الفريم اللي بعده، الراجل جاي من سبيس وراهم بيستغل السبيس اللي موجوده والتفكك بعد العوده للتمركز مره اخرى، والراجل بيخش وبيقطع قدام الاثنين سنتر باكس وبيخش وبيشوطها بمنتهى الاريحيه لولا ان هي جت جنب العرض كان هيبقى الهدف لبيترو اتلتيكو. كام فرصه وكام طريقه بيتموا سواء بالسايدل سبيسز اللي احنا شرحناها وده خطا مركب ما بين المساحات الجانبيه والهاف سبيسز اللي ما بين الظهير الطرف سواء في الليفت او في الرايت يحيى عطيه الله او ايوب العملو. وهنا لازم تاني ناكد ان سرعات لعيبه الاهلي في الجانب الهجومي هي اللي ممكن تحسم الحاجات دي، لان هم لما بيرتبكوا لعيبه مع وجود الجمهور هو لما يرتبك ويلاقيك ان انت بتعرف تضغط عليه بشكل معين وتعرف تستغل ان انت تخش تاخد منه الكوره في حاجه زي كده وتسجلها جون او تعمل عليه فرصه محققه هو من نفسه بيبتدي يتشتت وممكن يسيب لك الكوره وممكن عشان خاطر يركز حته ان هو طب انا عايز اتمركز صح ف
فيبتدي عنده فتره من الخلل كده في المباراه، فانت لازم تستغلها، خصوصا ان الوداد كمان رقميا هم في اول ربع ساعه تحديدا ما بيسجلوش في البطوله، هم مش دي الفتره المميزه عندهم في التسجيل، لان هم ممكن يكون بيسيب لك الكوره، ممكن يكون يعني بيعمل اخطاء، فهو دايما بيبقى ابتدى يركز ويقف على رجليه في الفتره اللي هي النص ساعه الاخيره من الشوط الاول، اللي هي من دقيقه 15 دقيقه 30، من دقيقه 30 للدقيقه 45، واول ربع ساعه في الشوط الثاني دي اكتر فترات هو بيجيب فيها جوان بيبقى مركز. فانت لو قدرت تستغل حاجات زي كده في اول ربع ساعه تجيب جون، هتربك لهم كل الحسابات دي وتصدر ليهم الضغط مع الجمهور بتاعهم، حاجات كتيره ممكن تتغير لو قدرنا نستغل الحاجات اللي شبه كده. خطا متكرر تاني يا ايمن يا كابتن اسلام، خطا متكرر من نفس المباراه، خطا متكرر من الجناح الايسر لبيترو اتليتيكو، نفس المشكله نفس الازمه والتحركات اللي اتكلمنا عليها. هنروح بعد كده للهاف سبيس ونتكلم على ايه المشاكل والبنتريشن اللي بيتم من العمق، سواء من الدخول من على الطرف للداخل، نمشي اللعبه دي اللي كانت لعبه هدف لبيترو اتليتيكو في مباراه الاياب، نمشي مشي. وده كان بالمناسبه الهدف ده كان في بدايه المباراه في الدقيقه 23، ماشي. لما نيجي نتكلم، بص هنا يا كابتن اسلام، بنتكلم على سبيس موجوده كالعاده ما بين اثنين هاف سبيس، ما بين الليفت باك، الليفت باك اللي هو يحيى عطيه الله، والراجل الوينجر اللي نازل يعمل له السبورت، اللي هم اخر اثنين على الخط، وما بين يحيى عطيه الله الراجل الظهير الايسر، ومحمد امين فرحان الراجل الليفت سنتر باك اللي موجود. سبيس كبيره جدا جدا، هيحصل ايه؟ انه هيحصل الترحيل الكولابس، اللعيبه هتتجمع والوقوف هيبقى خاطئ. لو تمشي اللعبه كمان تلاقي الراجل دخل الوينجر بتاع بيترو اتليتيكو من ناحيه اليمين، راجل اشول دخل عمل البنتريشن، القطع بتاع الاسترايكر خلى اللعيبه اتجاهها كلها راح معاه بتاع الوداد، الراجل دخل صوب بمنتهى السهوله الترحيل والقفل متاخر جدا كالعاده، الراجل بيشوط وبيسجل على يمين التكناوتي بمنتهى السهوله. نمشي نجيب الحاله اللي بعدها في الهاف سبيسز او المساحات اللي ما بين المراكز، نفس الطريقه دي واحده من الهجمات دي في مباراه الذهاب امام بيترو اتليتيكو اللي كسبوها 3-1. بالمناسبه بيترو اتليتيكو اللي اتفرج على المباراه، بيترو اتليتيكو ضيع عدد كبير جدا من الاهداف وقدر انه يعمل البنتريشن ويستغل المشاكل اللي موجوده عند الوداد بشكل كبير جدا جدا. لما نيجي نبص على الحاله دي، البنتريشن بيتم، الراجل بيشتغل من العمق، الراجل الاثنين الاسترايكرز اللي موجودين جوه ال 18 الاثنين مش ممسوكين، الاثنين مش ممسوكين رغم ان في واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، دايما خمسة. الزياده العدديه لفرقه الوداد مش معناها ابدا انه التمركز صحيح او الماركينج اللي عاملينه او الماسك اللي عاملينه بيكون بشكل صحيح. نفس الطريقه اثنين مهاجمين جوه ال 18 زاويتين للتسجيل، زاويه للباس الراجل المهاجم، وبنفس الطريقه الاثنين مش ممسوكين، الراجل اللي وراهم في الكادر اللي على خط ال 18 من ناحيه الشمال برضه مش ممسوك، لولا تألق التكناوتي في الكره دي كانوا هيستقبلوا هدف جديد. فلو تقول لنا الارقام يا ايمن وبعديها ندخل على الحالات الهجوميه لفرقه الوداد، والوداد بيشتغل ازاي في الحاله الهجوميه وايه اللي احنا لازم نتداركه علشان ما يستغلوش بعض المشاكل. يعني احنا لو بنتكلم عن ارقام الوداد والاهلي بشكل عام في البطوله كمقارنه رقميه، طبعا في 12 مباراه لعبها الاهلي والوداد، الاهلي سجل 23 هدف والوداد سجل 25 هدف، رغم ان نسبه الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي كانت 28 هدف، فده معناه ان النادي الاهلي محتاج حته زي ما بنقول كده استغلال الفرص بشكل امثل اكبر من كده، لانه ممكن حصيله الاهداف تزيد. الاهداف المتوقعه عند الوداد هي اقل، لكن هم بيستغلوا اي فرصه بتتاح ليهم، وده اللي احنا اتكلمنا عليه حتى هنا، ان هم في ماتش بيترو اتليتيكو كسبوا 3-1، رغم ان بيترو اتليتيكو زي ما احنا شايفين كان عنده فرص وراجل رايح انفراد وبيضيع الكوره من امام المرمى انفراد. الاهلي النادي الاهلي استقبل 11 هدف والوداد استقبل 8. الاهداف لو بنتكلم من ركلات جزاء، النادي الاهلي حصل على 4 ركلات جزاء سجل 2، الوداد حصل على 3 سجل 3. دقه المحاولات على المرمى هي متساويه بالنسبه للاهلي والوداد بنسبه 39%، ولكن محاولات الاهلي على المرمى بشكل عام هي اكبر من محاولات الوداد. دقه التمريرات للنادي الاهلي طبعا على مدار البطوله هي اقوى، 84% تمريرات الاهلي الصحيحه، لكن عند الوداد بنتكلم في 7
و70%. بمناسبه ان جيمي كان بيتكلم عن التجناوتي ان هو في اكثر من لقطه واحنا بنعرض على البيرو، هو لولا تالقه كان ممكن الوداد يبقى خارج البطوله. طبعا خارج البطوله يعني في المغرب تصدى لاكثر من كوره، كان ممكن النتيجه يبقى في كامباك. وحتى في انجولا الراجل قدم مباراه جيده، تجناوتي في 12 مباراه استقبل 5 اهداف وخرج بشباك نظيفه 5 مرات، عمل التصديات الناجحه بالنسبه له 24 تصدي من 32 محاوله ناجحه كانت على المرمى، وتصدى ل 24. التعامل مع الكرات العرضيه وتصدى ل 18 كره عرضيه بشكل ناجح. فهنا احنا برده قدام حارس مميز طبعا كابتن محمد الشناوي، رجل الحارس الاول في افريقيا. فهنا زي ما احنا عندنا الحارس الاول فرغم عندهم حارس مميز، فعشان كده زي ما احنا بنقول ان النادي الاهلي لازم لعبته تستغل اي خطا دفاعي بشكل مبكر، ان هم يربكوا دفاعات الوداد عشان هم لما بياخدوا الثقه دقيقه بعد دقيقه هم نفسهم بيثبتوا في الملعب وبيبتدوا ان هم يعملوا الكرات بتاعتهم الخطيره اللي هنتكلم عليها في الشكل الهجومي، خصوصا ان بنتكلم ان التوقيت المثالي او التوقيت المثالي للوداد في التهديف هو مش معانا يعني على الشاشه، ولكن من خلال رؤيه الارقام تقريبا بنتكلم في النص ساعه اللي هي اخر ربع ساعه في الشوط الاول واول ربع ساعه في الشوط الثاني، دي اكتر فتره الوداد تقريبا بيسجل فيها اهداف. يعني ما بيسجلش في الربع الاول وما بيسجلش في الربع الاخير كتير، فدي الفتره اللي هم بيبقوا ثابتين فيها لو الفريق ما اهتزش ان هو يخش في شباكه اهداف. يمكن المره الوحيده اللي هم رجعوا فيها بسرعه في البطوله على حسب ما انا اتذكر المباراه كانت الزمالك بس في الدور المجموعات، ولكن في النهائي الامور هتبقى مختلفه، الدوافع مختلفه، الظروف نفسها تبقى مختلفه. لازم النهارده النادي الاهلي ربع فرصه زي ما ممكن ربع فرصه اي لمحه نقدر نسجل منها نخلص عشان خاطر نستغل ان هم يرتبكوا ان هي ماتش واحد فلازم يبقى فيها حد يكسب. اوكي بالظبط كده. قبل ما نروح للحالات الهجوميه فرقه الوداد وقبل ما نقفل الكلام عن الارقام اللي ايمن اتكلم عليه فيما يخص التكناوتي عنده مشكله فنيه رغم تالقه الشديد جدا، واحد من اهم الاسباب اللي ابقت فريق الوداد داخل البطوله خاصه في مباراتي بيترو اتليتيكو لان عنده مشكله فنيه ما بيمسكش على مره واحده، دايما التكناوتي رد فعله ممتاز لكن عنده مشكله في المسك من مره واحده، فده يودينا لفين؟ مهم جدا الفولو اب، مهم جدا انه يكون في عدد من التسديدات سواء من خلال بنتريشن او التصويب من خلال من بره ال 18 ويكون في فولو اب خاصه لو اعتمد بيتسو موسيماني على نفس الشكل بيلعب بيه 4-2-2-2. نروح للحاله الحالات الهجوميه بتاعه فرقه الوداد والشكل اللي بيلعبوا بيه، احنا قلنا كل المشاكل اللي عند فرقه الوداد، خلينا نقول بقى خطورتهم بتيجي منين؟ دايما فتش عن المحطه وفتش عن اللعيب اللي بيعمل مونيتورنج واللي بيحرك الكوره، المحطه هو جايم بينزا واللعيب اللي بيحرك الكوره دايما هو ايمن حسوني صاحب الكوره، قلنا طول الحلقه نقول صاحب الكوره ايمن حسوني، مهم جدا انه يكون الضغط عليه ما يطلعش باريحيه، ما يعملش البيلد اب في نص ملعب النادي الاهلي بشكل جيد لان هو اللي بياخد القرار انه يشتغل في الناحيه اليسرى ولا الناحيه اليمنى ولا يعمل باص عميق زي ما بنشوفها في الحاله اللي على البييرو دلوقتي. جايم بينزا بيتحرك في الهاف سبيسز اللي ما بين الاثنين سنتر باكس، دي مباريات اولمبيك مباراه اولمبيك خريبكا في الدوري المحلي، الراجل بيعمل بنتريشن تحرك ممتاز من جاي بينزا، باص من مؤيد، باص من ايمن حسوني والراجل بيروح انفراد. نفس الطريقه نمشي الحاله اللي بعديها ونشوف من نفس المباراه مباراه اولمبيك خريبكا في الدوري المحلي وتحرك جاي بينزا، هنا نوقف شويه نشوف جايم بينزا فين. في اللقطه اللي فاتت في الشوط الاول من مباراه اولمبيك خريبكا جايم بينزا كان موجود في العمق وبيتحرك في العمق في الهاف سبيسز اللي موجوده في العمق، هنا بيتحرك فين جايم بينزا؟ جايم بينزا داخل على الناحيه اليمين علشان يعمل ستريتشنج للملعب يدي الفرصه، وده اللي حصل بالمناسبه في مباراه نادي الزمالك، تحركات جايم بينزا على الاطراف ادت الاريحيه لزهير المترجي ان هو يكون موجود ويعمل البنتريشن من الناحيه الشمال ويدخل جوه ال 18 كمهاجم تاني تحت جايم بينزا، فهم بيعملوا التحول باقل عدد من اللاعبين لكن يبقى الخطوره لما بيروحوا على الاطراف بيقلب كاونترز عليهم لان عندهم مشاكل في الهاف سبيسز. هنا جايم بينزا خد المدافع زي ما شرحنا في بدايه الحاله، خد المدافع ناحيه الشمال بتاعت نادي اولمبيك خريبكا علشان يدخل ايمن حسوني جوه ال 18 ويهدد اولمبيك خريبكا في الهاف سبيس اللي ما اتحركش فيها المره دي جايم بينزا، هو خلقها بتحركه ناحيه الشمال. نمشي الكره اللي بعديها واستغلال الهاف سبيس ودي طبعا تم تسجيلها هدف في الدقيقه 54. طب نرجع تاني ليه مباراه بيترو اتليتيكو، نفس
التحركات، لكن هنا الباس. وهنا هنلفت الانتباه لنقطة مهمة جدا جدا جدا. ايا كان فرقة الوداد بتعمل اللونج باس او الميديوم باس، الباس الطويل او الباس المتوسط او الكروس، دايما قلنا نفتش على مين في بداية الحالة. لا نفتش في الجزء الامامي على جايم بينزا، على لا جايم بينزا، جايم بينزا المحطه، لازم تفتش على اللعيب المحطه دايما، لازم تفتش عليه هو بيتحرك فين. هتلاقي اللونج باس بيتعمل في نقطتين. النقطه الاولانيه هو جايم بينزا واقف فين؟ لو واقف بره ال 18 عشان يشتغل كمحطه، لو نمشي الحاله عشان يشتغل كمحطه هنلاقي انه جايم بينزا بينزل يستلم. بالمناسبه معدله ممتاز في الاريلز، وده لما نيجي نتكلم على ازاي نكاونتر ده مهم قوي، ان الاثنين سنتر باكس اللي ما يكونوا موجودين في النادي الاهلي اللي هيقرر بيتش ان هم يكونوا موجودين يجيدوا الكرات الراسيه، يجيدوا الالتحامات الهوائيه، لانه ده هو كل راس مال الوداد في اللونج باسز او في الكروسز هو جاي بينز. ما ينفعش اشتغل معاه بلعيب قصير او لعيب عنده مشاكل في الحصول على الكرات الهوائيه. نفس استغلال الهاف سبيسز اللي عمل الوداد في مباراه اولمبيك خريبكا في الدوري المغربي عملوا في بيترو اتلتيكو. ده ينقلنا للنقطه اللي بدانا بيها الحلقه، قلنا انه الباترن او النمط لما نلاقي نفس الحالات بتتكرر بنفس الشكل، ده ينقلنا لانه الفرقه دي ده شغل مدرب والفرقه حافظه ان هي بنتريد بالشكل ده. نشوف نفس الحالات نفس الاختراقات، جايم بينزا كره طويله بيطلع بتتلعب دايما على جايم بينزا، بيطلع يعمل الباس عشان يودي الراجل المهاجم. نفس التحرك في الهاف سبيسز ما بين الاثنين السنتر باكس، يا اما جايم بينزا نفسه اللي بيتحرك، يا اما بينزل تحت بيتحرك طولي وعرضي في مساحه ال10 ياردة القطريه علشان خاطر يقدر انه يشغل الاثنين اجنحه اللي موجودين معاه. نمشي الحاله اللي بعديها ونشوف برده مين اللي بيطلب الكره. جايم بينزا، جايم بينزا نفس التحركات. هي دي هو ده اسلوب، زي عشان كده زي ما قلنا كابتن اسلام، هي الفكره مش في كم الاهداف اللي سجلها هذا اللاعب في البطوله، لانه ممكن يكون رقميا مسجل هدفين، ولكن هي الفكره ان هو بان يعني هو اللي بيتبني عليه اللعب، هو محور اداء فريق الوداد. هم بيعتمدوا على الكرات دي بشكل كبير، سواء الكرات العرضيه اللونج باس هو دائما طريقه اللعب، حتى بالشكل العرضي ان هم طريقه بلاي ستيشن اللي احنا كنا نعرفها زمان، اللعيب اللي يجي من العرض ويلعب الكره، فهي كلها فهو لو ما بيجيبش جوان فهو في الاخر بيفضي المساحات. فهنا زي ما قلنا على المهاجمين، ازاي ان انت النهارده لازم تبقى مركز جدا في تحركاتك السريعه، لازم كمان المدافعين بتوع النادي الاهلي يبقوا قريبين من بعض، ما يسيبوش مساحات، يضغط على طول يطلع ياخد الكرات الهوائيه. هيبقى اكيد حمدي فتحي ان شاء الله يكون جاهز بنسبه 100%، هيبقى عليه دور كبير جدا، لان هو اللي هي زي ما نقول كده ايه، هيمسح المنطقه دي لما لعيبه الوداد ممكن تحاول ان هي تاخد ياسر ابراهيم. لو اتكلمنا ان ياسر وايمن هم الاقرب ان هم يبتدوا المباراه، فدور حمدي فتحي هيبقى مهم جدا 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 في المباراه دي. ولو ان انا يعني من وجهه نظري لو بالطريقه دي اعتقد ان ممكن رامي ربيعه يبقى خيار امثل، خصوصا ان هو اخر مباريات كان يعني سيبك من اللي هيلعب ازاي، لكن انت دايما لما بنيجي نتكلم عن الفرق شمال افريقيا بنتكلم عن الفرق مهما كان، سواء جزائر مغرب تونس او حتى ليبيا. ولكن يمكن جزائر مغرب تونس اكتر، لما بتيجي تلعب الكرات العرضيه دائما ما يتميز كل شمال افريقيا بالباكين اكتر من اي حد تاني. الاوفرات اللي بيعملها اي باكين، اي باكين باي اسمين، دائما ما بتكون في اي فرقتين في او اي فرق في شمال افريقيا، كرات ثابته وكرات متحركه أو كل حاجه بتبقى دايما كده. وده ينطبق على يحيى عطيه الله، لانه هو انا وجهه نظري يعني ايمن جيمي بيقول صاحب الكوره ايمن الحسوني، لكن انا بقول ان يحيى عطيه الله ده له الدور زي علي معلول كده عندنا بالظبط تقريبا طبعًا. يعني بذكر الكرات الثابته، يعني بالصدفه الحاله اللي على السكرين دلوقتي هم بيشتغلوا ازاي في الكرات الثابته، ومين اللعيبه اللي نركز عليهم، مين اللعيبه اللي نبص عليهم وعينينا دايما معاهم. اشرف داري، محمد امين فرحان، وجايم بينزا الاثنين السنتر باكس والمهاجم جايم بينزا، الثلاثه مميزين جدا جدا في الراسيات. بيشتغلوا ازاي في الراسيات؟ قلنا قبل كده شكل الكرات الثابته او السيت بيسز ليها نمط، كل مدرب بيشتغل، في ناس بتشتغل 2 3 او 3 2، يعني بقى في 3 في خط في 3 مهاجمين وفي خط في 2، وفي نمط تاني مختلف شويه بيعملوا اوفرلود او عدد كبير من اللاعبين في مساحه ضيقه، وبعدين يحصل التحرك عشان يحصل الخلخله. ده اللي بيعتمد عليه الوداد، بيتحرك اللعيبه بشكل المفروض انه مش معروف للمنافس ويبتدي يشتغل. بيقطع اشرف داري دايما على القريبه، ودايما ندور على المحطه، جايم بينزا على نقطه البينالتي او
السكند بلاير او اللعيب رقم 2 اللي بيتحرك ورا اشرف داري، او لو من الناحيه الثانيه هيكون محمد امين فرحان، فدايما تلاقي قريب لنقطه البينالتي جايم بينز دايما موجود عشان ياخدها. والله اتخذت من على القريبه، خدها اشرف داري، هما ده اللي هما بيستهدفوه انه ياخدها اشرف داري من على القريبه، وموجود محمد امين فرحان على البعيده، لكن دايما الاكثر تميزا هو جايم بينز. نمشي الكادر هنلاقي برضو بندور على جايم بينز، في كل الاحوال بندور على جايم بينز، الاريالز، الكروسات، الكرات الطويله، الميديم باس او الباسز، الباصات المتوسطه او الباصات الطويله لو عنده مشكله في البيلد اب. عشان كده بعد ما نخلص الحالات نمشي الحاله دي، هنا البينتريشن بتاع فرقه الوداد كالعاده ضربوا خط، طبعا المنافس وده شباب المحمديه واقفين، عفوا شباب بلوزداد واقفين بشكل خاطئ تماما، ثلاثه واقفين على خط واحد، نمشي الكره، اتضربوا بباس واحد، دخل الراجل في السبيس اللي هي سبيس كبيره جدا ما بين الرايت باك والرايت سنتر باك، وقدامه الاثنين السي دي امز واقفين ما بيعملوش حاجه، عشان يروح يتضرب فريق الوداد بنفس الشكل اللي تم يقطع، لكن جلها كريم عريبي في الكره دي، وكانت واحده من الكرات اللي تسببت في بقاء الوداد في البطوله. بعد ما تقريبا خلصنا معظم الحالات اللي موجوده معانا، خلينا نتكلم على نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن اسلام. ايوه. ليه احنا الوداد عنده مشاكل كتير جدا، واحده من ضمن النقاط السلبيه اللي مصمم عليها وليد الرجراجي وتاثر بيها، ورجع جمهور النادي الاهلي لسيمي فاينل فتره الكورونا 2020 لما في مباراة الذهاب في المغرب، الجول الهدف الأول لمحمد مجدي أفشة، مين اللي بيتقطع منه الكورة في بداية المباراة؟ واحد من أميز اللعيبة، لعيبة خط الوسط مركز 8 في البطولة كلها، يحيى جبران. ليه؟ لأن وليد الرجراجي مصمم عليه إنه يشتغل بيه، إحنا قلنا بيلعبوا في وسط الملعب بثلاث لاعبين، راس مثلث لتحت الأقرب لاثنين سنتر باكس عشان يعمل له البيلد أب والخروج بالكورة، فهو بيستفيد منه إن هو بيبني له الهجمة، بيطلع بالكورة لما بيبتدي يحصل الضغط العالي عليه، يطلع بالكره بشكل جيد وسلس ويبتدي يكمل البيلد اب او بناء الهجمه. لكن عنده مشكله كبيره جدا، هو مش لعيب مركز 6، عنده مشاكل في الديفنسيف ميكانيزم او الوقوف، الدفاع، التمركزات، الاوفلايننج، او ازاي يقفل مع السبيسز مع اللعيبه اللي موجوده معايا في وسط الملعب. فيبقى يحيى جبران رغم انه احنا قلنا في البدايه مؤثر جدا في بعض الحاجات اللي هي ايجابيه جدا عند الوداد، عندهم مشاكل في عندهم نفس هو يحيى جبران مميز جدا في بناء اللعب، مميز جدا في الخروج بالكوره، لعيب ممتاز، مصوب جيد للكرات الثابته، وهو المصوب الاول لركلات الجزاء في فرقه الوداد، ولكن لما بيتواجد في المكان والزون اللي طالب منه يتواجد فيها وليد الرجراجي عنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا جدا. ومفكر ناس تاني بهدف محمد مجدي قفشه كان ضغط عليه وخد منه الكوره في اللقطه دي، وسجل محمد مجدي قفشه الهدف الاول للاهلي على مركب محمد الخامس في بطوله 2020. طيب لكن جبران يا كابتن اسلام استكمالا ليه في الحته الهجوميه دي، لعيب لعب 11 مباراه في دوري ابطال افريقيا، سجل 5 اهداف من 8 محاولات على المرمى، فبنتكلم في نسبه تهديف عاليه جدا للعيب وسط بيلعب، حتى هم بيستغلوه ان هو مركز 6، لكن هو لعيب مميز جدا، بيتقدم كتير، بيصنع فرص، صنع تقريبا 5 فرص محققه لزملائه، صنع هدف وحيد لو الرقم المميز جدا اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو 5 اهداف. معلش سريعا جدا هنروح لزميلنا فاروق صلاح، لان طبعا الخطوط بتقطع ولسه حالا جايبينه من المطار، نعرف برضو لحظات وصول فريق النادي الاهلي الى المطار في المغرب. فاروق الحمد لله على السلامه، طمنا عليكم جميعا. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام، وكل التحيه لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يسلمك كابتن اسلام، طبعا يعني رحله موفقه للنادي الاهلي ان شاء الله، نتمنى انها تكلل ان شاء الله بالتتويج بدوري ابطال افريقيا. خليني اقول لك ان احنا يعني منذ دقائق وصول الفريق لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، كان في استقبال بعثة فريق النادي الاهلي طبعا معالي السفير ياسر عثمان سفير جمهوريه مصر العربيه لدى المغرب، ايضا الكابتن سامر حفيظ، الكابتن سمير عدلي، اللي كانوا طبعا سبقوا الحضور البعثه بالحضور هنا الى المغرب. من الامور المهمه اللي لفت النظر هنا كابتن اسلام لدى وصولنا الوجود يعني اهتمام اعلامي كبير من الجانب المغربي بوصول بعثه النادي الاهلي، ووجود عدد كبير من وسائل الاعلاميه سواء المقروءه او المسموعه لرد طبعا وصول بعثه فريق النادي الاهلي. اقدر اقول لك ان احنا متحركين في التوقيت ده الى الفندق اللي طبعا هتقيم فيه بعثه النادي الاهلي، بيبعد عن المطار ب 15 دقيقه. الاجواء هنا ان شاء الله يعني حركته بالفعل يا فاروق ولا لسه؟
نعم يا كابتن اسلام. اتحركتوا بالفعل ولا لسه؟ احنا اتحركنا بالفعل دلوقتي في الاتجاه الى فندق الاقامه اللي هتقيم فيه بعثه فريق النادي الاهلي. عايز اقول لك برضه يا كابتن اسلام وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي معالي الوزير عمرو فاروق، المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق قنديل، الكابتن حسام مغالي، ايضا الكابتن امير توفيق. وجود هذا اللفيف بيدي رساله مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي ان كل المجلس وراهم، الدعم للعيبه النادي الاهلي، حاله التركيز اللي عند اللاعبين ان شاء الله، يعني اللي احنا لامسينه من مجلس اداره النادي الاهلي من اللعيبه ايضا من الجهاز الفني ان شاء الله يكون مردوده كويس للعيبه، وان شاء الله يعني تظهر شخصيه النادي الاهلي في المباراه، وان شاء الله يا كابتن اسلام يكون يوم يعني يوم المباراه يوم موفق لفريق النادي الاهلي ونقدر احنا نصوت بالبطوله ال11 باذن الله. عايز برضه اقول لك يا كابتن اسلام ان شاء الله معلش يا فاروق وانت معانا برضه احنا عاملين او بنذيع لحضراتكم لقطات اللاعبين وهم في الطياره وهم جوه الطياره بنوريها بس لحضراتكم كده، وفاروق برضه بنحاول نوري لحضراتكم لحظه بلحظه رحلة النادي الأهلي من مطار القاهرة إلى المطار في المغرب، ومعانا طبعا زميلنا فاروق صلاح من داخل بعثة النادي الأهلي بيطمنا على كل ما يحدث. من الواضح يا فاروق قبل بس ما تكمل كلامك أنه الرحلة ما خدتش وقت في أنها تخلص كل الأوراق الخاصة برحلة النادي الأهلي. بالظبط يا كابتن اسلام، يعني خليني برضو ان انا اشيد طبعا بقرار مجلس اداره النادي الاهلي بوجود طائره خاصه في يعني الرحله، يعني بيسهل كتير جدا من الامور على اللاعبين وبيسهل على بعثه فريق النادي الاهلي، ايضا من وجود الكابتن سمير عدلي والكابتن سعد عبد الحفيظ قبل البعثه ب 24 ساعه زائد على تيسير كافه الامور السفاره المصريه واستقبالهم، يعني ما كانش في وقت يعني انهاء الاجراءات سواء في مطار القاهره او مطار محمد الخامس هنا بالدار البيضاء. الامور اللي احنا لمسناها برضو يا كابتن اسلام يعني الثقه اللي عند لعيبه النادي الاهلي، يعني لعيبه النادي الاهلي قالت احنا اول ما خلاص حطينا رجلينا في الطياره احنا رايحين من الدافع عن اللقب، احنا النادي الاهلي، احنا ابطال افريقيا 10 مرات، بطل اخر نسختين، خلاص يعني ما هيتعامل مع كل الاجواء، هيتعامل طبعا حضرتك عارف ان كل الظروف مش هنتطرق فيها، هننتظر احنا نشوف الاحداث خلال الايام القادمه، لكن احنا جايين بشخصيتنا، شخصيه النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي موجودين ابطال افريقيا، احنا اكثر الانديه في القاره السنوات تتويجا بالبطولات الافريقيه، في ثقه عند اللعيبه، في تركيز عند اللعيبه، عارفين طموحات جماهير النادي الاهلي، شوف اللعيبه في كلامهم في حديثهم في الاحاديث الجانبيه، كابتن سامي امصان يعني شفته في اكثر من مشهد بيجتمع على انفراد مع بعض اللاعبين بيتكلم بيحس بيشتغل على الدوافع النفسيه، ان حضرتك طبعا يا كابتن اسلام عارف ان مباراه شخصيات لعيبه ان شاء الله، شخصيه لعيبه النادي الاهلي لعيبه يعني كان لنا كلام مع بعض اللاعبين قال لك احنا اتعودنا على الاجواء دي، اتعودنا على الضغوط، لسه كنا في مباراه الرجاء وطبعا طيب احكي لنا قبل ما تكمل بس كلامك كده فاروق في مباراه الرجاء، لكن ان شاء الله يعني كل التوفيق لفريق النادي الاهلي طيب. في هذه المباراه قبل ما تكمل كلام قبل ما تعرفش سامعني ولا لا قبل ما تكمل كلامك يا فاروق، وانتم ماشيين في انتم ماشيين في الطريق دلوقتي المفروض رايحين الاوتيل مظبوط؟ بالظبط يا كابتن اسلام احنا في الطريق في جماهير حواليك وفي ناس مستنيه ولا الموضوع بسيط والدنيا هاديه؟ لا يا كابتن ما سمعتكش يا كابتن اسلام بقول لك الدنيا هاديه ولا في جماهير حواليك وانتم ماشيين يعني؟ لا ما فيش جماهير يا كابتن اسلام، وايضا وجود تامين طبعا لبعثه فريق طبعا ده احنا متاكدين منه النادي الاهلي، لكن يعني هو العدد الكبير اللي جدا اللي احنا شفناه كان من وسائل الاعلام طبعا اهتمام اعلامي، طبعا انت عارف قيمه ومكانه النادي الاهلي الاسم الاكبر في القاره الافريقيه طبعا، وتوافد وسائل الاعلام اللي يعني بيرصدوا طبعا وصول بعثه فريق النادي الاهلي، لكن الامور ما فيش اي تواجد جماهيري سواء يعني لدى وصولنا للمطار من جانب الجماهير سواء الجماهير المغربيه، لكن وجود بعض طبعا افراد الجاليه المصريه هنا في المغرب اللي طبعا حريصين دايما ان هم يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي، طبعا وجودهم بيبقى عامل مؤثر طبعا لفريق النادي الاهلي. عايز برضه اقول لك يا كابتن اسلام ان التوقيت حاليا في المغرب بيختلف عن مصر فرق ساعه واحده بس، يعني الاول يا كابتن اسلام طبعا في مباراة الرجاء كان الاختلاف في توقيت شهر رمضان كان الاختلاف في ساعتين، لكن حاليا احنا التوقيت بيختلف ان مصر بتتبع طبعا المغرب حاليا بفرق ساعة واحدة فقط. النادي الاهلي طبعا من المقرر هيبقى اليوم وعادي غدا باذن الله
في تناول وجبة الإفطار صباحا تمام الساعة 10، ثم وجبة الغداء أيضا، المحاضرة طبعا مستر بيتسو موسيماني، والمحاضرات اللي طبعا اللي هيشتغل فيها مع اللاعبين، تدريب طبعا هيكون في نفس توقيت المباراة لا في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب، 9 بتوقيت القاهرة. طبعا الكابتن سمير عدلي مع دوره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا في يعني وضع الخطه والامور الخاصه بفريق النادي الاهلي، الخطه التنظيميه والامور الاداريه دي بتتم على افضل ما يكون. احنا بص يا كابتن اسلام، يعني التفاؤل موجود، التفاؤل بحذر، لكن احنا قيمه النادي الاهلي كلها عوامل، بقول لحضرتك ونطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه. طيب. شخصيه النادي الاهلي تكون حاضره في المباراه، وباذن الله كابتن اسلام نرجع متوجين بالبطوله 11 باذن الله. يا رب ان شاء الله. هننتظر، احنا فاتحين النهارده معاكم شويه الهواء لحين وصول بعثه النادي الاهلي الى فندق الاقامه، ولو معاكم اي حاجه فاروق يعني طبعا ابعتوا لنا اول باول عشان جمهور النادي الاهلي ينتظر اللقطات الاولى لبعثه او لوصول بعثه النادي الاهلي الى فندق الاقامه. اول ما توصلوا ان شاء الله برضو ارجع مره ثانيه كلمنا وطمنا وابعتوا لنا طبعا اول باول ماذا يحدث. شكرا جزيلا لزميلنا فاروق صلاح. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما نولي حضراتكم او نقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل من المغرب. ان شاء الله اول ما الفريق يوصل لفندق الاقامه هنكلم فاروق مره ثانيه ويطمنا ان اللعيبه وصلت الى غرفه او الى كل واحد الى غرفته علشان نطمن، وان شاء الله نشوف بقى بكره ايه اللي هيحصل في هذا الامر. اتفضل يا جيمي. اخر حاجه هنتكلم عليها عشان بقى الناس تفهم اللي احنا كنا بنقوله، ونقول التشكيل الاقرب انه يشتغل بيه الرجراجي في مباراه النادي الاهلي. نقطه مهمه كان قالها جيلبرتو، قال انه معدلات التهديف بل على العكس معدلات استقبال الاهداف في النصف الاول من الشوط الاول بالنسبه لفريق الوداد هو معدلات سلبيه جدا. فالاطروحات اللي كانت بتتم ان الوداد ممكن يشتغل عشان يفاجئ النادي الاهلي بانه يغير طريقه اللعب من 4-3-3 ل 4-2-3-1 بوجود بديع اوك على الجناح الايمن، انا لا اظن ان هي هتحدث. الراجل هيرجع لتشكيله الاعتيادي اللي لعب بيه كل المباريات الكبيره ل 4-3-3 بوجود ايوب العملود على الظهير الايمن، يحيى عطيه الله على الظهير الايسر، طبعا من وراهم التكناوتي حارس مرمى، اثنين سنتر باكس، اشرف داري رايت سنتر باك، ليفت سنتر باك او ناحيه الشمال محمد امين فرحان، يحيى جبران، ونركز كتير جدا على يحيى جبران، مهم انه يتعمل عليه بريس او ضغط عالي لان يحيى جبران لعيب كوره كويس جدا لكنه عنده مشاكل كتير جدا لما بيلعب كراس مثلث لتحت او في مركز سته. الاثنين اللي قدامه رضا الجعدي اللي بيعمل لسواب من تحت، يعني بيشتغل حسب المكان اللي بيبقى موجود فيه زهير المترجي، لو موجوده في التشكيله الاساسيه لانه لسه راجع من الاصابه، زهير المترجي بيشتغل دايما في الجناح الايسر، لو عمل السواب او السويتشات اللي بيعملها مع جايم بينزا بيروح زهير مترجي ناحيه اليمين وبيطلع رضا القعدي يطلع مكانه يعمل الزياده ناحيه الشمال مع دخول صاحب الكوره ايمن حسوني يعمل التجميع ناحيه الشمال بالخروج العكسي والاوفرلاب اللي بيعمله يحيى عطيه الله، اللي انا متفق جدا مع كابتن اسلام ان واحد من اهم مفاتيح اللعب في فرقه الوداد هو بالفعل قريب جدا مع اختلاف الكواليتي ومع اختلاف الخبرات قريب جدا من علي معلول. ونهايه بنتكلم على جايم بينزا الفيرويد، الحاجه اللي بيفكر فيها اللي انا بدات بيها كلامي، انا لا اظن انه ده هيحصل، لكن وليد الرجراجي بيفكر في حل من الاثنين، هل يغير الطريقه ويهاجم النادي الاهلي ويفتح خطوطه ويفضي وسط الملعب ويشتغل بال 4-2-3-1 ونلاقي بديع اوك موجود مكان جلال الدودي او رضا الجعدي الاثنين اللي في وسط الملعب مع يحيى جبران، ولا يلعب بالشكل الاعتيادي اللي اشتغل بيه، ده اللي احنا هنشوفه في المباراه، وده التشكيل الاقرب لفرقه الوداد من وجهه نظرنا، التشكيل اللي هيبتدي بيه رجراجي مباراه النادي الاهلي باذن الرحمن. طيب بيرسي تاو وايمن الحسوني يا ايمن. طبعا بنتكلم زي ما جيمي كده قال، الحسوني اللي هو صاحب الكوره في الوداد، فبيرسي تاو عامل حتى الان مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ارقام مميزه جدا، واستفاقته الاخيره دي مهمه جدا جدا جدا، لان احد اسباب طبعا تعاقد النادي الاهلي مع لاعب بحجم بيرسي تاو ان هو يبقى حاسم في المباريات اللي زي دي في البطولات دي، لان يعني حظه كان سيء ان هو في كاس العالم للانديه الاصابه حرمتنا من وجود لاعب زي بيرسي تاو. بنتكلم ان بيرسي تاو لعب 9 مباريات مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، سجل 3 اهداف، صنع 5، وده هو يعتبر افضل صانع لعب في البطوله حتى الان. محاولاته الناجحه على المرمى بنتكلم 10 من 19، صنع فرص لزملائه اللي هي الفرص المحققه زي ما بنقول 15 كوره،
التمريرات المفتاحيه برضو اللي هي بيسهل بيها الامور لزملائه، بنتكلم في 10، فهي ارقام هجوميه مميزه جدا لبيرسي تاو في حال ان هو كان في حالته، هيعمل يعني زي ما نقول هيبقى واحد من الاهم اللاعبين اللي بتستغل فكره المساحات الخاليه والاخطاء في التمركز للعيبه نادي الوداد، خصوصا ان هو عنده سرعه، عنده دريبلينج عالي، لما بيكون في حالته قوي 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 بيطلع كده لمحات بتخلق يعني فرص محققه، وممكن تخلق فرص تهديفيه ليه او لزملائه، زي ما شفنا الكوره اللي اتلعبت في مباراه الرجاء المغربي في السوبر الافريقي، في لمحه كده رقص ورجع لعب الكوره لطاهر محمد طاهر، اللي هو ممكن اي لعيب عادي في الدقيقه 91 في لقطه زي دي يقوم شايط وزي ما تيجي تيجي، لا فاحنا محتاجينه في اللقطات اللي زي دي بهدوء، ان هو يكون مركز جدا يقدر يستغل الفرص دي. بالنسبه لايمن حسوني، لو واحد من افضل اللعيبه في الوداد اللي موجودين وصانع اللعب بتاعهم، لعب 11 مباراه، سجل هدفين، صنع 3، محاولاته الناجحه 6 من 18، صناعته للفرص 5، وتمريراته المفتاحيه 2، طبعا فرق الارقام هو لصالح بيرسي تاو، فنتمنى ان نفس الامر ده يكون في مباراه الوداد، لان هو كايمن حسوني كلاعب لو اتعمل عليه البراز بشكل معين، نفس الامر على يحيى جبران، الاثنين لعيبه دول لو النادي الاهلي تعامل فرقه النادي الاهلي تعاملت معاهم بشكل جيد، انت بشكل كبير قفلت مفتاحين لعب مهمين جدا للوداد في فكره اللونج باس او الميد باس او اي حاجه هم بيعملوها، لان وقتها بنزا مش هيلاقي المد اللي بيجي له، هيفضل معزول مع قلبي دفاع النادي الاهلي. طيب خليني برضه اقول لحضراتكم ان الاهلي بيتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره ال 15 في تاريخه، وهو رقم قياسي مسجل باسم القلعه الحمراء. الاهلي ايضا تاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي وللمرة الثانية في تاريخه، المرة الأولى كانت في 2005-6-7، رقم قياسي غير مسبوق. أما بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بيتأهل للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه التدريبي كأفضل مدرب إفريقي، يحقق هذا الرقم معادلا البرتغالي مانويل جوزي مدرب الأهلي الأسطوري. الأهلي يلعب النهائي الإفريقي التاسع أمام الأندية العربية في 8 نهائيات سابقة، حقق اللقب 5 مرات ولم ينجح في 3 مرات. الحقيقة أرقام كبيرة جدا وكثيرة جدا للنادي الأهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل برضو هنرجع بقى نكمل مع حضراتكم شوية كمان علشان بس نطمن على وصول بعثة النادي الأهلي إلى المغرب. كل حاجة حتى عايزين تعرفوها عن البعثة دايما هتبقى من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. بكرة إن شاء الله طول النهار هنبقى متواجدين من خلال كل برامج قناة الأهلي. يوم الجمعة نفس الكلام، دايما هنبقى متواجدين مع حضراتكم. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده مطولين معاكم شويه علشان برضو جاي لنا كل اللقطات منذ وصول بعثه النادي الاهلي الى المطار في المغرب عشان نطمن حضراتكم، وحضراتكم تشوفوا اهو مع حضراتكم على الهواء مباشره. دي لحظه وصول كابتن محمود الخطيب رئيس بعثه النادي الاهلي، سياده الوزير نائب الرئيس النادي الوزير العمري فاروق، الاستاذ خالد المرتجي أمين الصندوق، الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، الأستاذ جمال جبر رئيس الإعلام، رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ أمير توفيق، كابتن أمير توفيق، سيادة السفير ياسر عثمان، ووصوله إلى وصول الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة إلى مطار في المغرب. زي ما حضراتكم شايفين لحظة بلحظة كل حاجة حضراتكم عايزين تشوفوها وتعرفوها، دايما افتحوا قناة الأهلي هتلاقوا فيها كل ما يخص الكلام ده من 10 دقايق ربع ساعة بالظبط، تلت ساعة بالكتير يعني حصل فيها هذا الكلام. وزي ما حضراتكم شايفين اللاعبين ولحظات وصول اللاعبين، الكل بيتصفح السوشيال ميديا، السلية، ياسر، سامي، كابتن سامي، الجميع الحقيقة متواجد، علي لطفي، كل المجموعة متواجد، دكتور أحمد أبو عبلة، الكل. دي لحظات وصول فريق النادي الأهلي، كابتن محمود متولي، ياسر ومحمود، ياسر إبراهيم ومحمود متولي. وعجبني جدا الحالة اللي حضراتكم شايفينها، تفاؤل بدر بارون طبعا، بلده
وحافظ المطار يعني. وطبعا كل المغاربه عارفين بدر بنون والجميع متواجد الحقيقه، وده محمود متولي ومحمد الشناوي زي ما حضراتكم شايفين الامور ماشيه بسلاسه جدا جدا، وكل الامور جيده حتى الان. ودي طبعا مع حضراتكم على الهواء مباشره لحظات وصول فريق النادي الاهلي. طبعا الكلام ده من 10 دقائق او من ربع ساعه، احنا مش على الهواء دلوقتي ولكن منذ قليل يعني 10 دقائق ربع ساعه لحظات وصول فريق النادي الاهلي الى المطار في المغرب. عبد القادر بقى وايه كله، هتلاقي حضراتكم كابتن خطيب مع سيادة سفير ياسر عثمان واعضاء القنصليه والسفاره المصريه متواجدين. طبعا كل اعضاء او معظم اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي متواجدين. كابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود من امبارح ولا من اول امبارح، فطبعا اللعيبه وحشهم كابتن سيد عبد الحفيظ يعني. فبلدنا الثانيه يا جماعه، والله كل ما يقال في اللي حضراتكم تسمعوه من بعض الموتورين في هنا او هنا يعني الحقيقه اعتقد ان هو شيء يعني مش هنلاقيه زي ما حضراتكم شايفين لحظه بلحظه. دايما بنحاول نكون مع حضراتكم كابتن سيد عبد الحفيظ واستقباله لبعثه النادي الاهلي لحظات وصول بعثه النادي الاهلي الى المطار في المغرب، مطار محمد الخامس في المغرب. جميل جدا، والمجموعه الاعلاميين متواجدين، الاعلاميين الخاصه بالمغرب متواجدين. طبعا قناه النادي الاهلي متواجده وهتبقى تفضل متواجده زي ما حضراتكم شايفين من اول دقيقه لغايه ان شاء الله ما نعود الى ارض الوطن بكاس افريقيا المره ال11 على التوالي. مهم جدا اللي حضراتكم بتشوفوه ده قد ايه مجلس اداره النادي الاهلي. محدش بالمناسبه كل المجموعه اللي حضراتكم شايفينها ده رايحين على حسابهم الشخصي، مش تبقوا بس حضراتكم عارفين. انا لازم اقول الكلام ده لانه ما بيحصلش كتير في انديه اخرى، لكن دايما في النادي الاهلي بتلاقوا كده. النادي الاهلي كل المسانده وكل الدعم موجوده من مجلس اداره النادي الاهلي، ايضا كل المسانده وكل الدعم موجوده من شركه الكره في النادي الاهلي. يعني ان شاء الله كل الامور تبقى جيده، وزي ما حضراتكم شايفين الحمد لله الامور يعني شكلها جيد يا جيمي. مهم جدا انه كان الاستقبال يكون بالشكل ده. الاكثر اهميه انه يستمر نفس الحاله. لا يوجد لدينا اي شك في السلطات المغربيه او المملكه هناك، الامور جيده ان شاء الله. كان في تخوفات عشان يعني نضع الامور في نصابها، جماهيريه، من انه يحصل اي مشاكل جماهيريه يوم المباراه، وامر اعتيادي. لسه كنت هقول يعني كوره بيحصل، كوره بيحصل، كوره بيحصل. لكن الاستقبال يمكن أزال جزء من هذه الشكوك بشكل كبير جدا. استقبال جيد جدا، التأمين ممتاز حسب ما أفادنا به فاروق، أنه التأمين كان تأمين قوي جدا لبعثة النادي الأهلي والبعثة المرافقة ليه، سواء الفريق أو البعثة المرافقة ليه ومجلس الإدارة. التأمين كان ممتاز إن شاء الله مع توافق جماهير النادي الأهلي. أعتقد أنه اللعيبة مهم جدا، اللعيبة تحس ان مفيش ضغوط عليها، مهم جدا اللعيبة تحس انه بس ده واضح اجواء كرة قدم. ده واضح اعتقد يا ايمن ان ده واضح. يعني لما تيجي تبص على الشكل العام للاعبين لا الدنيا لطيفة. طبعا يعني هم برضو الراحة الحمد لله، يعني الماتش اللي اتأجل في الدوري ده خلى الامور اهدى بعد الفوز العصيب على انبي في اللحظات الاخيرة وبعض النتائج الغير جيدة في الدوري. فلما جات اللحظة ان كسبت انبي في اخر دقيقتين بهذا السيناريو المثير، كمان خدت الراحه ان ماتش في الدوري تاجل لك، فده اداك مساحه ان اللعيبه تريح ولما تسافر. فالامور دي كلها حاجه جيده بتخلي ان اللعيبه نفسها زي ما احنا شايفين كده هم وصلوا المطار بشكل هادي، خارجين الامور كلها طيبه، اللعيبه كلها جاهزه. اللعيبه برضو الاجواء دي برضو يعني الحمد لله ان هم مش اول نهائي برضو بيلعبوه، دول نتكلم في ثالث نهائي على التوالي، فدي مزيد من الخبرات. الجهاز الفني اهو، الناس برضو جاهز، كله جاهز معانا، الادوات بتاعتنا وكل حاجه مع الفريق. كل بص النادي الاهلي بيعمل حسابه، يعني زي ما قبل كده
طول عمر بعثه النادي الاهلي هتلاقي فيها الشيف، عمرنا ما كيبقى مثلا بعثات اللي في مصر فيها شيف، لان النادي الاهلي معاه شيف، معاه دكتور مش عارف متخصص من ايامنا احنا ما يعني من زمان. فكل النادي الاهلي عامل حسابه يعني على ادق التفاصيل، غير ان طبعا المغرب زي ما بنتكلم هي بلدنا الثاني، كل الامكانيات هتبقى طبعاً فيها مسخره طبعاً للنادي الاهلي، وملاعب التدريب ما عندناش شك في كده، وجود الكابتن هو دي، في بعض الناس التقط الصوره مع كابتن حسام غالي. وهنا برده نقول رساله الجاليه المصريه في المغرب، الناس اللي موجوده في كازابلانكا معانا 10,000 تذكره، اكيد المصريين موجودين بالمئات وبالالاف في اي مكان في العالم، احنا الحمد لله الشعب موجود في كل مكان في العالم. فالنهارده لو في 1000 2000 مصري موجودين في المغرب يقدروا يروحوا المباراه، عندهم الامكانيه ان هم يقدروا يروحوا المباراه، فطبعا تبقى حاجه جيده مع الناس اللي مسافره من مصر في الرحلات مع النادي الاهلي، او الناس اللي حاجزه كانت قبل كده، او المصريين اللي موجودين في الخليج وفي اوروبا في اعداد مسافره ان شاء الله للمباراه. فكل ده نلاقي ان في عدد جماهير جاي جدا، المباراه تبقى وطبعا دي لحظات الوصول والطريق الى فندق الاقامه، تأمين جميل جدا، الامور هتفضل هاديه. الامور هاديه في ايمن قطعتك، انه مهم جدا نتكلم على التامين، انا يعني بشيد بالتامين، بعجبني جدا في التامين في الملعب طبعا يا جماعه، ما هو ده يعني تخصيص زون للاعبين، النظام يبقى في بلد كبير جدا طبعاً جدا في القاره الافريقيه. عشان خلي بالك يا كابتن سامح هنتكلم في ايه، لان البعض بياخد مطالبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بحقوقها وجماهير ان هم ان احنا بنتكلم بشكل سلبي عن دوله المغرب، لا لا خالص، هو في اكتر من النادي الاهلي يقول ان يعني في بيان رسمي يخص النادي الاهلي، يعني يخص 70 80 مليون مصري يعني في كل انحاء العالم وفي مصر، بيقول ان البلد شقيق وان احنا عارفين كل حاجه، ان هناك هتبقى كل حاجه ميسره وكل حاجه كويسه، لكن التنافس موجود طبعا. مباركه لنادي نهضه بركان، مباركه لنادي نهضه بركان الفوز بالكونفدراليه، والربط ان نادي نهضه بركان يعتبر كان رئيسه في يوم من الايام العضو التنفيذي في الكاف او مسؤول الكاف استاذ فوزي. فالنهارده بنتكلم ان كل حاجه بنحطها في النصابه، احنا بنتكلم امور اداريه في امور اداريه في النصابه، لكن كده بدون التقليل في بلدنا المغرب، زي ما حضرتك انت رحت بالمغرب اكتر من مره كلاعب وكسائح، كتير ناس كتير راحت استمتعت في كاس العالم للانديه ماتشات افريقيا، فعارفين الامور ان شاء الله باذن الله هتبقى على اكمل وجه. نتمنى حتى كنادي اهلي ومحبين وعاشقين لهذا النادي ان التوفيق واللقب يبقى حلفنا ان شاء الله، وان تبقى مباراه كره قدم داخل الملعب، الاهلي ان شاء الله يكسب، مبروك، لا قدر الله حصل اي حاجه هارد لك للنادي الاهلي، مبروك والسلام عليكم، وما يبقاش في اي مجال او اي شكوك او اي حد يحط نفسه طرف انه يخلي المباراه ليها طابع اخر غير ان يكون مباراه كره قدم. وهي بالفعل يا جيمي مباراه كره القدم، يعني انت لما الناس كلها مستنيه حاجتين، مستنيه يوم السبت ريال مدريد و ليفربول وليفربول، ومستنيه يوم الاثنين الاهلي والوداد، فيعني ليه كده؟ ليه دايما الناس تحس انها مستنيه الماتش يوم السبت ده، وعارفه ان هو هيبقى ماتش كوره؟ يعني انت فاهم؟ ليه ما نحاولش ننقل للعالم كله العلاقات الرائعه ما بين البلاد الافريقيه المتميزه، وان هو هيبقى ماتش، لو لعبنا ماتش الاهلي والوداد كره قدم في الملعب بس، والتشجيع الجماهيري الرائع اللي احنا بنشوفه سواء من المغاربه الوداديين او الاهلاويه اللي هيبقوا موجودين، اعتقد هنتفرج على ماتش حلو يليق بالفعل باسم القاره الافريقيه. هقول لك التخوف كان جاي منين، وهقول لك الحال دلوقتي ايه. اتفضل. التخوف كان جاي من مما تسبب فيه الكاف، من الله ينور عليك، برافو عليك، الجماهير بالظلم، برافو عليك، من قرارات الكاف. دوله المغرب، انا في بدايه الحلقه خلاص يا كابتن كنت بتقول لي، قلت لك هم من حقهم يحاولوا الحصول على اكبر 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 كميه من المكاسب، مفيش ازمه. وده اي حد في مكانه ما يعمل كده، لكن الازمه كلها كانت فيما تسبب فيه الكاف من ازمه، من احساس الجماهير واداره النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي بانه لم يتحصل على كامل حقوقه، هو ده اللي تسبب في الحاله دي. ولكن تاني انا باشيد جدا بالاستقبال، باشيد جدا بحاله التامين، النظام في التغطيه الاعلاميه لوصول بعثه النادي الاهلي، كابتن سامح ده عمل على فكره على الهوا اهو، احنا معانا يعني قبلنا ب 10 دقائق ولا لسه حاجة. حاصل من خلال النص ساعه اللي فاتت. فبنتكلم على البعثه نفسها كمان بعد خروج الباص بتاع النادي الاهلي من المطار والتوجه لفندق المبيت باذن الله، فندق الاقامه لحد موعد المباراه. التامين ممتاز جدا، سواء
على جانبي الحافلتين بتوع النادي الاهلي او من الخلف او من الامام. الشوارع هادئه جدا يمكن بسبب الموعد بالشوارع الشوارع هادئه جدا، لكن اعتقد حتى من استقبال والشكل العام اللي ظاهر لنا من الفيد اللي جاي لنا من المغرب، اعتقد ان شاء الله الامور تكون جيده وتكون مباراه كره قدم تليق بنهائي دوري ابطال افريقيا، وباذن الله يكون التتويج فيه للنادي الاهلي بالحادية عشر. زي ما حضراتكم شايفين دايما من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لقطات حصريه، مش هتشوفوا يعني لو فتحت اي قناه اخرى مش هتلاقي الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده الا من خلال شاشه قناه الاهلي. برضو ايمن عايز اسالك بشكل عام بعد ما وصلنا خلاص 3 4 ايام وينتهي هذا العرس الافريقي الكبير دوري ابطال افريقيا، رايك في دوري ابطال افريقيا كله بشكل عام، هل السنه دي مختلف؟ هل في تطور حصل من وجهه نظرك فني واداري ولوجيستي اي حاجه يعني؟ يعني يمكن فكر عايزين نمسك في اي حاجه إيجابية. يمكن الايجابيه نقدر نقول ان تطبيق الفار من دور ربع النهائي مش النهائي بس، حاجه جميله ايجابيه كابتن. يا رب انا ما اقدر ايمن حاول يعني يدور على اي حاجه. جيلبرتو في نص السيمي فاينل حاجه كده، شفنا جيلبرتو صحيح جيلبرتو مدير رياضي في السيمي فاينل. لا يعني فكره تطبيق الفار يعني واحده واحده ربع النهائي بدايه ما كناش بنشوفه قبل كده، فده ممكن تبقى خطوه ان بعد كده زي الكاف لازم يجبر الانديه البلاد اللي بتلعب زي النهارده ما في رخص انديه محترفه وفي يعني محاولات. للامانه المحاولات دي كانت في اخر سنين وقت ما الراحل عمرو فهمي كان هو السكرتير العام للكاف، غير في حاجات كتير. فكره ان على فكره يا كابتن اسلام مواعيد ان نبقى عارفين كلنا ان دوري ابطال افريقيا بيتلعب جمعه وسبت، كونفدراليه يوم حد، مواعيد الماتشات 3 و6 و9، التنظيم ده كان جزء في اخر كام سنه نقدر نقول ايجابيه هم مستمرين عليها. لازم نمسك بقى في اللي هو احنا دلوقتي خناقه خلاص، خناقه النهائي بقى على الملعب واحد هو الكاف. خلينا نقول خناقه رياضيه. لا بقول بنسبه كبيره هم مش يعني حتى مش هيفكروا ان هم يتطوروا في الموضوع، ان يجي مثلا السنه الجايه نقول طب هنحدد الملعب من بدري ازاي. ما ينفعش دلوقتي يحددوا الملعب. لا ده هم هيكبروا دماغهم. المشكله بالنسبه له ان هم في اخر حته في البيان كبروا دماغهم، هنعمل احنا بنناقش يرجع ذهاب واياب عشان ما نوجعش وجع القلب. مع ان ما في وقت الذهاب والاياب كان وجع القلب عشان ماتش الاياب في البلد مثلا اللي فيها جمهور كتير ممكن ياثر، يعني هي كان فيلم. لكن انت طب نطور التحكيم، قلنا الفار في من اول دور الربع النهائي، طب افراد نفسهم التحكيم لازم نطورهم ازاي؟ الحكام الافارقه مشكله كبيره جدا، لان في مرحله المجموعات ممكن تلاقي مشاكل كتيره جدا تحكيميه. اعتقد ان يعني النادي الاهلي ويعني وعندية شمال افريقيا تحديدا في الفتره الاخيره هم اللي دايما هتلاقيهم موجودين في النهائيات بشكل عام. ليه؟ لان برضو يعني النادي الاهلي بيصرف كم مبالغ ماليه كبيره جدا على دوري ابطال افريقيا، لان اكيد المجد الافريقي ليه ثمن، ولكن لازم الكاف يعيد فكره الحسابات في ان الجوائز بتاعه البطوله نفسها تبقى اكبر من كده. لان افتكر تصريح لموتسبي نفسه رئيس الكاف لما قال انا عارف ان النادي الاهلي مثلا لما هيتسلم وقت العشرة لما هيتسلم الجائزه بتاعته هو هيوزعها مكافآت ومش هيحقق، ما بنتكلمش انه يقدر يحقق منها ارباح، لان اصلا النادي الاهلي عشان يوصل للنهائي هو بيصرف اضعاف المكافاه دي. فلازم النهارده ازاي بشكل او باخر الجوائز بتاعه الكاف يبقى فيها تحسن لو عايزين هم ينظموا دوري السوبر الافريقي بالشكل اللي هم قالوا لنا عليه ده. أيوه. اعتقد محتاجين ثوره في افريقيا في فكره الانتقالات بصراحه. اصل كمان سمعت بما انك بتتكلم على النواحي الماديه والاقتصاديه في هذا الامر، انا سمعت برضو ان مثلا في الدوري الانجليزي بياخدوا ارقام كبيره جدا على مش عايز بتكلمش على الدوري المصري يعني عشان ما حدش يقول لك لا، لكن انا بتكلم حتى الدوري الانجليزي الاول بياخد رقم كبير جدا جدا. ايوه الرعايه والبس كل الحاجات دي. خليني اقوله بمناسبه الدوري الانجليزي حاجه طريفه جدا جدا، يعني تعرف انه الهابط من البريمير ليج بياخد مكافاه تتجاوز ال 100 مليون استرليني اسمها باراشوتينج او الهبوط من الدوري الممتاز للدرجه الثانيه. 100 مليون جنيه استرليني اسمها باراشوتينج برايز. هي باراشوتينج فعلا. فبياخد مكافاه اكبر من مكافاه الفريق اللي واخد المركز الخامس. الفريق الصاعد من الشامبيون شيب فعلا بياخد 180. بياخد انا سمعت الرقم ده. بياخد 180 163 في بعض الاحيان حسب العوائد الماليه يعني، لكن ارقام كبيره جدا جدا جدا. ارقام كبيره جدا. ورق بالورق والقلم كل واحد بياخد حقه.
لكن هي لو هتفضل متروكه. بس ازاي الفريق الصاعد ياخد 163 اكتر تقريبا من الفريق الفائز بالدوري؟ لان هو بيطفي شيء من التنافسيه. يعني بيقول لك بيديله فلوس ان هو يقدر يشتري، يعني لما يزيد فيها معدل التنافسيه فبيجيب فلوس اكتر، الامج بتاعت البطوله بتكبر من ضمنها التنافسيه، فبالتالي العوائد الماليه بعد كده بالنسبه للبطوله الارقام هتزيد، فانا هقدر ادي للكل من خلال زياده هذه العوائد. عشان كده البريمير ليج في حته تانية، يعني البريمير ليج من خلال التنافسيه والتصوير والتسويق وغيره وغيره والعوائد الماليه خلى البريمير ليج في حته تانية خالص، وبقيت كل البطولات الاوروبيه في مناطق اخرى، الدوري الايطالي السكوديتو او الليجا او الدوري البوندس ليجا او كل البطولات التانية في حته، والبريمير ليج التنافس ومعادلات التنافس لما الفرق الهابطه لم تتحدد الا في الجوله الاخيره، الفائز باللقب لم يتحدد الا في الجوله الاخيره. يعني ده استون فيلا بيجيب بهدف لا يتم احتسابه، يتم الغائه، اللاينز مان بيلغيه في الدقيقه 42، كانوا ابتدوا الناس يحتفلوا في الانفيلد في ليفربول، تنافسيه لحد الدقيقه الاخيره. فاعتقد انه ده هو السبب اللي عليه البريمير ليج والجوائز والعوائد الماليه. يعني اتمنى حتى نوصل ان الربع، يعني مش ربع لا، حتى على فكره يا كابتن اسلام البطولات الافريقيه، ويعني بما اننا بنتكلم على الكاف مش هنتكلم على الدوري المصري، هنتكلم على البطولات الافريقيه، يعني في نقدر ان لو في ناس شغل التسويق بشكل صح بشكل معين، في امور معينه اتصلحت، وزي لازم نرجع نقول يعني الراحل عمرو فهمي كان ابتدى خط في ان هو يصحح الامور دي، عشان خاطر هو كان كل الهدف ايه؟ الهدف ان الكاف يقدر يجيب اضعاف اللي بيجيبه، الريفينيو بتاعه يقدر يبقى اضعاف، وبالتالي لما الريفينيو بتاعه يبقى اضعاف ده يعود على الانديه بشكل او باخر، لان بطل دوري ابطال افريقيا لما ياخد 2 مليون دولار او 2.5 مليون دولار ده مش رقم، ده المفروض بطوله دي خمسة ولا 2.5؟ لا 2.5 البطل ده اتعدلت، بطل دوري ابطال يعني هو بتكمل خمسة في حاله ايه؟ للنادي الاهلي بيروح كاس العالم مثلا انديه ياخد مركز ثالث فيستفيد من الباكج دي، لكن لو ما فيش باكج كاس العالم قبل كاس العالم الانديه، النادي الاهلي لما كان بيكسب دوري ابطال افريقيا بياخد مليون دولار، بعد كده بقت 1.5 مليون دولار، بعد كده بقت 2.5 مليون دولار، في حين ثمن واحد لعيب واحد بالظبط. والنهارده في البريمير ليج مثلا ليه لما جيمي بيتكلم عن الفلوس عادي بنتكلم عن ان في قواعد بتحفظ حقوق رعاه البطوله، قواعد بتحفظ حقوق رعاه الانديه. النهارده مثلا لو راعي النادي تعارض مع راعي البطوله، بنلاقي راعي البطوله مثلا على التيشيرت بشكل معين مع راعي النادي موجود، فمفيش مثلا، لكن عكس في افريقيا راعي النادي لما بيتعارض مع راعي البطوله بتلاقي ان النادي مجبر ان هو يلعب من غير الراعي الرئيسي بتاعه، فده بيفقد النادي مثلا جزء من حقوقه الماليه، بيفقد فليه النهارده ما يبقاش في تعاون مشترك ان لا حقوق الانديه ان هي لو عندها راعي يتعارض مع راعي الكاف لا نستفيد، وهي لان هي في الاخر فلوس بتروح للانديه وللبطوله وبتزود. النهارده النادي الاهلي لو بيلعب بالتيشيرت بتاعه على الراعي الرسمي بتاعه اللي بيتعارض مع راعي البطوله هيبقى معاه ريفينيو اعلى يقدر يطور بيه من نفسه في البطوله، وهكذا باقي انديه افريقيا. فنتمنى ان الامور دي تتحسن. الملاعب يا كابتن اسلام في افريقيا طبعا طبعا، يعني النهارده طبعا في ملاعب بتبقى غريبه جدا رغم ان بتلعب عليها سنين، بس الحر احنا متعودين عليه وغيرها متعب بس يعني. طب ليه الكاف مثلا ما يبقاش في اوقات معينه هيعملوا فيها ايه؟ مش هيعملوا فيها حاجه لا يعني، في اوقات معينه نقدر نلعب بالليل، ليه في انديه بتلعب الظهر وهم عندهم امكانيات ان هم يقدروا يلعبوا بالليل؟ بالمناسبه يعني لما كان كابتن اسلام وقال على سبيل الدعابه يعني انه خلينا نقول اي حاجه ايجابيه، من ضمن النقاط الايجابيه القليله جدا عشان نبقى ماشيين متسقين مع اللي احنا بنقوله، القليله جدا رخص الانديه وعدم الموافقه الموسم الحالي على بعض الملاعب، لا لانه الاشتراطات لم تتم بالشكل اللي حدده الكاف، وكان منها ملعب المريخ وكان ملعب الهلال لكن تم الموافقه عليه لاحقا يعني، لكن اكتر من ملعب تم تطويره يعني لم يتم الموافقه على اكتر من ملعب، دي واحده من الايجابيات. من ضمن الايجابيات الفنيه خروج بعض الفرق وظهور بعض الفرق زي بيترو اتلتيكو اللي مدرسه مختلفه، ما ظهرش فرق من فتره طويله منذ بدايه الالفيه، بيترو اتلتيكو نفس بيترو اتلتيكو برضه بعد مرور 20 سنه بيرجع بيترو اتلتيكو تاني للواجهه، كره نظيفه، بحب انا كره الجنوب القاره يعني جنوب افريقيا او انجولا تحديدا، عندهم كره نظيفه بيلعبوا كره مختلفه، ما فيهاش داشنج وما فيهاش خبط كتير، لكن كره نظيفه. كان عندهم لعيبه كتير برازيليين فكرتهم شويه بتعجب الجمهور المصري يعني، ظهور ووصوله للسيمي فاينل بهذا الشكل على حساب فرق اكثر تمرسا في البطوله، ودخوله من مجموعة بتضم الوداد والزمالك وساجرادا مواطنه الأنجولي، فظهوره بهذا الشكل وصعوده لسيمي فاينل على حساب نادي الزمالك ده واحدة من إيجابيات البطولة.
اكيد لما يظهر لفريق مختفي من فتره طويله مثلا لما حاول وقدر يظهر، لكن هو قدم خطوه انه وصل للسيمي فاينل اكتر من سيمبا، قدم كوره اكثر نظافه وكره اكثر امتاعا من اللي قدمها سيمبا، فاعتقد ان دي واحده من الايجابيات الفنيه اللي كانت موجوده في البطوله. طيب هنكمل كلامنا واحنا مكملين مع حضراتكم لغايه لما ان شاء الله الفريق يصل الى فندق الاقامه، ونحاول نبعت بقى لحضراتكم او نوري حضراتكم ايه اللي بيحصل في فندق الاقامه ووصول اللاعبين ان شاء الله. احنا مكملين مع حضراتكم حتى لما لو نقدر نروح نصور اللعيبه وهي نايمه، صدقوني هنصورهم وهم نايمين علشان دايما جمهور النادي الاهلي يكون معانا ويكون مطمن على فريقه ومطمن على اللي بيحصل، لانه الحقيقه كلام واخبار ومن هنا وتسمع من هنا شويه وتسمع من هنا شويه، ولكن في النهايه زي ما حضراتكم شايفين استقبال رائع جدا، كل الامور جيده جدا حتى الان في المغرب، وزي ما حضراتكم شايفين دي لحظات وصول النادي بعثة النادي الأهلي إلى مطار محمد الخامس وتحركها من مطار محمد الخامس إلى فندق الإقامة لبعثة النادي الأهلي. هنكمل مع حضراتكم ولكن فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مرة أخرى لحظات وصول بعثة النادي الأهلي إلى فندق إقامة البعثة في كازابلانكا. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، طبعا دي لحظات وصول بعثه النادي الاهلي الى فندق الاقامه. زي ما حضراتكم شايفين دائما على شاشه قناه النادي الاهلي لقطات حصريه لوصول بعثه النادي الاهلي الى فندق الاقامه في كازابلانكا في المغرب. بدر بنون، سامي قمصان، كل اللاعبين امام حضراتكم، كابتن محمود الخطيب، السيد العمري فاروق، كل المجموعة، دكتور محمد شوقي، أستاذ طارق أنديل، أستاذ خالد مرتجي، الكل الحقيقة متواجد. وزي ما حضراتكم شايفين في خلال دقيقتين ثلاثة هتلاقوا كل اللاعبين في غرفهم استعدادا بقى للنوم. الحقيقة واصلين في وقت جيد جدا بحيث أن أنت تقدر يعني خلاص توصل تقعد تنام على طول وتصحى بقى الصبح تبتدي يومك من بدري يا جيمي. البروجرام اكيد عامله بيتسو مع الجهاز، اليوم هيمشي ازاي بعد الفطار والمران اللي هيكون على ملعب التمرين اللي اختاره النادي الاهلي وتم تحديده في الاجتماع التنسيقي اللي هيكون عليه كل التمرينات بتاعه النادي الاهلي خلال الايام اللي جايه ما عدا الدايما نسوان او التمرين اللي قبل الماتش بيوم اللي بيكون على ملعب مركب محمد الخامس ملعب المباراه. فان شاء الله اكيد بيتسو محضر الامور بشكل جيد. كمان الخطوه اللي عملها النادي الاهلي بسفر الكابتن سعد عبد الحفيظ وكابتن سمير عادل قبل البعثه لتنسيق كل الامور الخاصه باللاعبين وتجهيز ملعب التدريب والاجواء اللي موجوده والاطمئنان على الاجواء اللي موجوده في فندق الاقامه والتاكيد على سلامه وتامين ورفاهيه البعثه باذن الرحمن خلال الفتره القادمه. طيب زي ما حضراتكم شايفين كل مركز الحقيقه، الكل يعني مركز، دي فيها لحظات من الضحك طبعا، مش مركز دي يعني ايمن مش مركز دي معناها ان انت تنشن وانت خلي بالك في لعيبه بتبقى كده وفي بيبقى، ولكن لسه قدامنا 3-4 ايام زي ما حضراتكم شايفين بيتسو موسيماني، عمرو محب، الكل الحقيقه مركز. كابتن سمير عدلي محتاجين ان هو يتعمل له حاجه وثائقيه حاجه، كابتن سمير عدلي انا مش عارف يعني انا مش عايز اجيبه لانه انا لو جبته هجيبه شهر كل يوم عشان يلحق يتكلم عن ما شاء الله ما شاء الله فعلا طبعا تاريخ كبير جدا جدا جدا
مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي. النادي الاهلي اه، فالاجواء يعني زي ما احنا شايفين اجواء جميله والامور هاديه، الفندق برضو واضح ان في مكان هادي بعيد عن اي زحمه، انا مع يعني الامانه ما اعرفش مكان الفندق بس واضح ان الامور هتبقى هاديه. النادي الاهلي هيتمرن تمرينه على الملعب الرئيسي طبعا واحده. بس انا عجبني قوي المنظر ده، ليه؟ لما تلاقي تقريبا اعضاء كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او كل اعضاء مجلس ادارتك كفريق متواجدين وواقفين مستنيينك، يعني لو جبت لي اللقطات اللي قبل كده، لا بس خلينا نكمل يا سمير، اللقطات اللي قبل كده اللعيبه داخله في وشها كل اعضاء مجلس ادارتهم مستنيين وواقفين واحنا معاكم ومستنيين ان هم ياخدوا الكروت الغرف بتاعتهم، وبعد كده اللعيبه بقى يعني بتبقى سعيده جدا. هو ده اللي انا بقوله، ان مجلس اداره النادي الاهلي وصل قبل اللعيبه ووقف قبل اللعيبه يعني بدقيقتين ثلاثه يعني، عشان طبعا ووقف بينتظر اللاعبين لما يجوا يشوفوهم. برضو اعتقد ان ده بيفرق كتير جدا جدا يعني. اهو اعضاء يعني رئيس البعثه كابتن محمود الخطيب، هنتكلم استاذ عمرو فاروق، استاذ خالد مرتجي، استاذ طارق قنديل، دكتور محمد شوقي، كابتن حسام غالي، ده نص المجلس تقريبا يعني. كابتن امير توفيق انا قصدي هو في منصب تنفيذ، لكن اعضاء كمجلس اداره تقريبا ده نص المجلس موجود، واعتقد في الايام اللي جايه الكل، وكمان شركه الكوره ياسين بيه منصور هيبقى موجود والكل هيبقى موجود، لان هي مباراه نهائي لازم بنبقى على يعني الحدث هو بيتطلب النادي الاهلي نادي كبير، لازم كل الناس في كل مكان، كل واحد وكل واحد بيبقى ليه دور كمان، هو مش الناس برضو الناس ممكن تفتكر اعضاء مجلس اداره رايحين لمجرد ان هم رايحين، لا ده كل واحد فيهم ليه دور، كل واحد فيهم عنده حاجه للفريق بتتعمل، في علاقات، في امور دبلوماسيه بتتم، في يعني في حاجات كتير قوي. النادي الاهلي بعثه النادي الاهلي دي لما بتسافر في اي مكان انت بتتكلم عن يعني نادي الاكبر في افريقيا والشرق الاوسط، حاجه شفناها احنا المشاهد دي واحنا بنشوفها على مدار السنين الاخيره تحديدا كانت مهمه جدا للاجيال الاخيره. 7 سنين النادي الاهلي بعيد عن المحفل الافريقي، بنصعد نهائيات ولكن مش بنفوز بالبطوله، لكن لما بتفوز بالبطوله وتروح كاس العالم للانديه، السوبر الافريقي في قطر، رحنا قطر، الامارات، بتروح المغرب، بتروح تونس، تشوف الاجيال اللي هي الصغيره اللي ما حضرتش مباريات في الاستاد، بتشوف النادي بتاعها قد ايه هو عظيم، قد ايه الناس وهي بتستقبله استقبال الكبار، تشوف المسؤولين بتوعهم في اي مكان موجودين فيه، تحس يعني تحس بقيمه وعظمه النادي الاهلي. فان شاء الله المشهد ده كله يعني المسك الختام بتاعه هيبقى ان شاء الله لما كابتن محمد الشناوي وهو دلوقتي بيستلم مفاتيح الغرف بتاعه اللعيبه، ان شاء الله هو بيرفع الكاس في نهايه المشهد دي اللي هتكلل كل الجهود دي، اللي الناس بعد كده لما هتنام هتنسى اي مجهود حصل واي مشاكل والاجتماعات والبيانات والقرارات والروح والسفر والشركات، كل ده الناس لما تيجي بعد كده ترجع القاهره وتنام كل ده خلاص الكاس هي معاك. فان شاء الله باذن الله يبقى يعني كل المجهودات دي والكاس يبقى باذن الله من نصيب النادي الاهلي يعني. يا رب ان شاء الله. وزي ما حضراتكم شايفين لقطات كواليس وصول بعثه النادي الاهلي الى الفندق الاقامه في كازابلانكا في المغرب، كل الامور جيده، كل الامور طيبه الحمد لله حتى هذه اللحظه. وزي ما قلت لحضراتكم الطاقم النادي الاهلي او طاقم قناه النادي الاهلي بيكون دائما متواجد عشان حضراتكم تشوفوا كل حاجه، بكره طول النهار هنكون متواجدين مع حضراتكم علشان تشوفوا ما يحدث في ملعب بقى التمرين، الناس الصبح هتبقى الدنيا مختلفه تماما عن اللي احنا شايفينه دلوقتي ونشوف، لكن هو استقبال رائع من بلد شقيق كبير، بلد رائع الحقيقه المغرب. وزي ما حضراتكم شايفين كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي متواجدين للمسانده والدعم اكثر من اي شيء اخر. يا جيم المنظر اللي انت اسهبت في وصفه كابتن اسلام بوجود كل هذه الكوكبه من مجلس اداره النادي الاهلي في استقبال لاعبي والتاكيد على وقوفهم الى جوار لاعبي في هذه المباراه العصيبه كرويا، مباراه تحمل الكثير من المعاني لهذا الجيل للنادي الاهلي للحفاظ على اللقب للمره الثالثه للاحتفاظ بالكاس مدى الحياه، اعتقد انه تواجد هام جدا، اطفاء مزيد من الثقه والطمانينه بالنسبه للاعبين، لعيبه على يقين تام انه هيلعبوا المباراه
في اجواء كره قدم، مجلس الاداره موجود لحمايه اللعيبه على الصعيد النفسي قبل المباراه وخلال المباراه بالتواجد. واظن واقعه لا نتمنى حدوثها باذن الله مباراه الاهلي والترجي في رادس وقت حدوث بعض المشكلات التقنيه والامنيه قبل المباراه، تواجد الكابتن محمود الخطيب اسهم بشكل كبير جدا على حل الازمه وعدم لعب المباراه الا بعد حل الازمه. ده بيعطي اللاعبين المزيد من الثقه والطمانينه على انهم رايحين يلعبوا مباراه كره قدم فصل تام، وده المهم. نصل الى مباراه كره قدم طبعًا. بعد كل الحاجات اللي احنا عمالين نشوفها من الاتحاد الافريقي الحقيقه تحديدا، اهو انا بحدد اهو الاتحاد الافريقي مش حد تاني اخر، هو الاتحاد الافريقي هو اللي عمل الماتش من الاثنين برضو. ما هم يعني انا كل بلاد افريقيا تقريبا ممكن سبت وحد طبعا الجمعة صح ماشي الجمعة بالليل عشان الأجازة ما سبت وحد أو الجمعة يعني حتى الجمعة بالليل بتبقى عند معظم البلاد الأفريقية ماشي أجازة، وده اللي عمله في كل المباريات جه النهاردة في النهائي وغير ميعاد النهائي رئيس بين الجمعة الكاف وسبت وحد عشان رئيس الكاف عايز يروح يحضر فاينل للتشامبيونز ليج. هل ده حقيقي؟ هل الكلام ده حقيقي؟ ايوه ده رسمي دعوة، ده رايح رسمي موجه ليه دعوة رسمية. ماشي يا سيدي، أنا أوجه دعوة السبت ماتش السبت 28 طب ملعب الحد يعني ما 29 من فرنسا بقى المغرب لا ولولا بعض التدخلات والازمات والازمه اللي كانت هتحصل بسبب الفيفا ديت، الفيفا ديت هيبتدي يوم 30، يعني لو في اي منتخب كان اصر انه ياخد اللعيب بتاعه يوم 30 الصبح وما يلعبش المباراه ما حدش كان يقدر يقول لا. ده واحده من ضمن المشكلات اللي تم تصديرها بسبب تغيير الملعب من 28 ل 30، كنت لعبتهم 29 كان ايه الازمه انك تلعبه يوم 29؟ مش عارف مباراه يوم الاحد قال لك من فرنسا للمغرب تاخد يومين هو نلعب فرنسا الصبح لا بس هي فرنسا المغرب انا اسف قريبه جدا من اسبانيا مش من فرنسا لا قريبه من فرنسا قريبه من فرنسا هتزيد ساعه مثلا ساعه ونص ساعه يعني هم ساعه ونص ساعه 40 ما بين الاثنين نلعبه هناك كلنا نلعبه فرنسا قبل الماتش او كلنا والجاليه المصريه هناك كفايه. طيب خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الاقامه في كازابلانكا في المغرب، نشوف برضو ايه اللي بيحصل في المغرب. اهلا بك يا فاروق وحمد لله على السلامه، يعني اشرح لنا بقى الدنيا ماشيه ازاي. طبعا برحب بيك يا كابتن اسلام، كل التحيه ليك يا كابتن اسلام طبعا، وبرحب بضيوفك الكرام الدكتور محمد جمال والاستاذ ايمن جلبرتو، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من المغرب وبالتحديد كازابلانكا، ويعني اخر طبعا التفاصيل خاصه بوصول بعثه فريق النادي الاهلي لمقر الاقامه استعدادا لمواجهه فريق الوداد في المباراه النهائيه طبعا لدوري ابطال افريقيا، البطوله طبعا اللي بنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يعود الى القاهره متوج بالبطوله طبعا ويحافظ على لقبه للعام الثالث على التوالي. احنا يعني من دقائق طبعا كان وصولنا الى فندق الاقامه كابتن اسلام اللي بيبعد عن مطار محمد الخامس ب 30 دقيقه. عايز اقول لك ان الاجواء اكثر من رائعه طبعا، وجود يعني مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بيوصل رساله مهمه جدا طبعا للاعبي النادي الاهلي ان المجلس بالكامل احنا في خلفكم عندنا ثقه في اللاعبين. في الوقت اللي بكلمك فيه اللعيبه بتتناول حاليا وجبه العشاء طبعا، ثم خلاص يعني في اقل من دقائق طبعا تم تسكين اللاعبين في الغرف، وطبعا دي من النقاط المهمه جدا اللي يعني كان وجود الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي قبل وصول البعثة ب 24 ساعة سهلوا هذه الأمور. عايز أكلمك في نقطة كابتن إسلام، ودي هتبقى حاجة حصرية من خلال قناة النادي الأهلي، ودي لأول مرة. تعرف طبعا يا كابتن إسلام أن النادي الأهلي هو حامل اللقب في آخر نسختين، وطبعا قبل المباراة النهائية طبعا بيتم إرسال فاكس من أو خطاب من الكاف للفريق البطل أو حامل اللقب باستدعاء الكاس طبعا لإجراء عليه بعض الأمور طبعا وتجهيزه. لكن أقدر أقول لك إن بعد التواصل مع مسؤولي الكاف تم استحداث نسخة جديدة، ولكن بنفس الشكل وبنفس المواصفات، نسخة جديدة تم تصنيعها من قبل مسؤولي الاتحاد الإفريقي، هتكون هنشوفها لأول مرة في المباراة النهائية. طبعا النادي الاهلي هو حامل اللقب في اخر نسختين، النادي الاهلي لم يتلقى اي خطاب باحضار الكاس معاه الى المغرب او تسليمه للاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي صمم كاس بنفس الشكل يا كابتن اسلام هتكون موجوده ان شاء الله. النادي الاهلي لو استطاع باذن الله وبمشيئه الله ان هو يفوز بالبطوله للعام الثالث على التوالي ان شاء الله يحتفظ بالبطوله. طبعا ده كان يعني سؤال من الكابتن سمير عدلي الى مسؤول الكاف، ان شاء الله النادي الاهلي اللي يحتفظ بالبطوله للعام الثالث على التوالي احتفاظ الى للابد باذن الله.
عايز اكلمك برضو يا كابتن اسلام على الكواليس اللي احنا لمسناها النهارده في يعني رحله الفريق. طبعا زي ما قلنا وصول اللاعبين لمطار القاهره بعد اداء التدريب الرئيسي على ملعب مختار التتش. طبعا اكيد حضرتك طبعا استفدت في الكلام والحديث عن هذا الامر. وجود طبعا زي ما قلنا مؤمن زكريا وكهربا كان رساله مهمه جدا. احمد ياسر ريان ودور لعيبه النادي الاهلي في حاله الدعم المهمه. مستر بيتسو موسيماني وكلامه مع الجهاز الفني. يعني واحنا في الطائره كابتن اسلام قاعد بيذاكر يعني فيديوهات لفريق الوداد على كل التفاصيل الفنيه الخاصه بفريق الوداد المغربي. حاله التفاؤل اللي احنا بنقول عليها. ولكن زي ما بنقول يعني لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا موفقين في المباراه. وان شاء الله يعني بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون يعني في يومنا وشخصيه النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يكرم في هذه المباراه. طبعا في تفاصيل كتير جدا فنيه مستر بيتسو موسيماني طبعا بيشتغل عليها سواء في التدريبات او هيشتغل عليها خلال الفتره القادمه. لكن اقول لك ان الاجواء ما بين اللاعبين شفنا جلسات ود يعني جلسات ثنائيه. كابتن سامي قمصان زي ما قلنا اتكلم مع اللاعبين ايضا اللي انت عارف في توتهات ما بين اللعيبه مع محمد مجدي قفشه مع محمد شريف حسام حسن ومع كريم مع ياسر ابراهيم كريم فؤاد ومحمد هاني مصطفى شوبير وحمزه. دور المهم جدا للكابتن محمد الشناوي والكابتن وليد سليمان وايمن اشرف ورامي ربيعه وكباتن النادي الاهلي في تجديد الدوافع طبعا وتحفيز اللاعبين. وانت عارف ان هي مباراه لعيبه كابتن اسلام طبعا وشخصيات لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكونوا موفقين في هذه المباراه. عايز اقول لك كواليس اليوم او تفاصيل اليوم غدا بمشيئه الله. يعني احنا في البدايه انت بتتكلم يا كابتن اسامه احنا حاليا درجه الحراره في المغرب 18 درجه مئويه. وزي ما قلت لحضرتك في المكالمه السابقه ان الاختلاف التوقيت ان طبعا مصر يعني بتسبق المغرب بساعه فرق ساعه بالظبط. الفريق هي طبعا هيكون يومه غدا بمشيئه الله تناول وجبه الافطار في تمام الساعه العاشره صباحا ثم وجبه الغداء في تمام الساعه الثالثه ثم هتبقى في محاضره فنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه الخامسه والنصف ثم التحرك الى ملعب المباراه هيكون الملعب اللي هيأدي عليه التدريبات فريق النادي الاهلي هو ملعب الاتحاد البيضاوي اللي كان ادى عليه تدريبات النادي الاهلي تدريباته في يعني اثناء وجوده لمواجهه فريق الرجاء البيضاوي المغربي. طبعا هيكون التدريب الاول لفريق النادي الاهلي والكابتن سمير والكابتن سيد اثنوا على ارض الملعب. في نقطه في غايه الاهميه كابتن اسلام عايز اتكلم مع حضرتك فيها بخصوص الجماهير. نعم اتفضل كابتن اسلام. اتفضل. في نقطه سمع. مهمه جدا طبعا يعني بعد الخطاب اللي ارسله الاتحاد الافريقي بتحديد العدد 10,000 للاهلي 10,000 للوداد و20,000 للجمهور العام. يعني كان لنا حديث مع يعني افراد بعثه النادي الاهلي او المسؤولين في النادي الاهلي قال لك كنا عايزين الامر يعني اطلع خليك فير اطلع قول ان ال 20,000 الجماهير الوداد او ال 30,000 الجماهير الوداد ما هو قال لك ايه هو قال لك جمهور عام و10,000 و20,000 فكان المفروض يقول جمهور عام بين قوسين الوداد بالظبط يا كابتن اسلام. يعني دي نفس النقطه يعني اتقال خليك فير يعني اطلع قول ان بالظبط يا كابتن اسلام دي نقطه مهمه جدا يعني اثرت الكلام والحديث مع افراد بعثه فريق النادي الاهلي لهذا الامر. كان ليا طبعا حديث مع بعض افراد الجاليه المصريه اللي هنا في المغرب اللي كانوا بعضهم موجود في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي. طبعا وفي اعداد هتكون موجوده ويعني بيحاولوا ان هم يكونوا موجودين في المباراه. ايضا في نقطه مهمه ان بعض جماهير الرجاء البيضاوي المغربي بتحاول الحصول طبعا على التذاكر المباراه طبعا ل يعني مسانده او مؤازره النادي الاهلي. انت عارف طبعا حاله النديه اللي بتبقى ما بين جماهير الرجاء والوداد هنا في المغرب. تقدر تقول برضو يا كابتن اسلام ان الاجواء هنا الاجواء هنا اكثر من رائعه. حاله التفاؤل اللي عند اللاعبين ان شاء الله تفاؤل بحذر يا كابتن اسلام ان شاء الله نكون موفقين اللعيبه تكون طيب. في كامل تركيزها في اكثر من دور بيقوم بيه الجهاز الطبي الجهاز الفني. انا موجود معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار خالص. انا بس بقول لك ان انتوا عندكم شغل كتير جدا. كل جمهور النادي الاهلي ينتظر طاقم العمل المخصص لنقل كل بعثه النادي الاهلي كل ما يحدث من بعثه النادي الاهلي كل ما هو متاح طبعا لينا ان احنا ننقله لحضراتكم. فعندكم شغل كبير جدا الثلاث اربع ايام اللي جايه لنقل كل الاحداث اللي بتحصل قدامك. انت ما بتعملش حاجه غير انت بتنقل لكل جمهور النادي الاهلي من خلال شاشه قناه الاهلي ويتفرج على شاشه قناه النادي الاهلي عشان يعرف فريقه بيتحرك ازاي بيتمرن ازاي بيعمل كل حاجه ازاي. وانا عارف ان انتوا قدها وقدود وان شاء الله ربنا يكرمكم وترجعوا بالكاس منصورين ان شاء الله يا فاروق
وحمد لله على سلامتك، وحمد لله على سلامة الكرو كله، شادي وأحمد وكل الناس اللي موجودين. إن شاء الله تعملوا شغل رائع لكل جمهور النادي الأهلي اللي بينتظر منكم شغل كبير جدا جدا جدا. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز فاروق صلاح. الحمد لله على سلامة البعثة. نبتدي احنا بقى نتحرك نشوف هنعمل ايه، لانه الحقيقة كان واجب علينا ان احنا نفضل منتظرين طبعا. لغاية لما البعثة تصل الى مطار محمد الخامس في كازابلانكا. ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم دائما من بكرة هيكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة كل اللي بيحصل في المغرب. شكرا جزيلا يا محمد. أشكرك والتوفيق يا رب للنادي الأهلي إن شاء الله، ويرجعوا بإذن الرحمن بالبطولة الـ11 والاحتفاظ بالكأس مدى الحياة. شكرا جزيلا نعيم. شكرا كابتن إسلام. ويعني الحلم بتاعنا كلنا ما كانش لينا نصيب فينا، احنا كنا موجودين في الملعب في 2007 كانش لينا نصيب ان احنا وقتها نرفع الكأس. إن شاء الله احنا 2022 يبقى لينا نصيب اللي موجودين هناك يحتفلوا، إن شاء الله النادي الأهلي يرفع الكأس ونتوج بالـ11 يا رب إن شاء الله. يعني تصبحوا على خير. اللي عايز يلحق ينام النهارده وبكره يلحق ينام، لان انا عارف ان من يوم الجمعه الاهلاويه كلهم ما فيش حد بينام بقى في ايام المباريات دي، فاللي عايز يلحق ينام النهارده شويه اكتر بكره شويه اكتر، عشان من يوم الجمعه ما فيش نوم، كله بيبقى مقلق. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه. الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل جيد زي ما حضراتكم شفتوا، دايما من خلال شاشه قناه الاهلي ننقل لحضراتكم كل اللي حضراتكم عايزينه. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله بكرة ما تنسوش، بكرة إن شاء الله هيكون حضراتكم الأستاذ المهندس عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي برضو الساعة 11 على الهواء مباشرة. برضو لو هيقعدوا لغاية الساعة 2-3 هيكونوا موجودين مع حضراتكم علشان ينقلوا طبعا غير كل طوال اليوم إن شاء الله كل برامج قناة النادي الأهلي هتكون مع حضراتكم، ويوم الجمعة إن شاء الله كمان ويوم السبت، وبعدين أعود لحضراتكم مرة أخرى يوم الأحد. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم على خير، وكل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي في هذه الرحلة ليفوز للمرة الثالثة على التوالي بالكأس الإفريقية الغالي. شوف حضراتكم على خير.